ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. باذن الله دلوقتي هنتكلم على محاضره الاكيوت كيدني انجري. طبعا موضوع الكلى ده اتكلمنا عليه كتير قوي في سنه تانية، بالذات في امراض بطنه وميت سيرج، واتكلمنا على حوار الداليزيس ده في ميت سيرج في يورو روتيشن. فالنهارده الموضوع هيبقى ان شاء الله هيبقى سهل عليك. انت عندك فكره قبل كده عن الموضوع اكيوت كيدني انجري؟ يلا بينا. قال لك ان الاكيوت كيدني انجري، بص الحته دي في الاول الجدولين الاولين دول بيكلموا عن التشخيص اكتر، فهنركنهم لما نيجي نتكلم عن التشخيص. عايزين نعرف ايه هي الاكيوت كيدني انجري، ايه هي اسبابها، وبعد كده نتكلم على التشخيص بتاعها ازاي اشخصها. خلاص بص، يقول لك ان الاكيوت كيدني انجري ده نسبه حدوثها في العنايه في الاي سي يو للمرضى حوالي من 70 ل 50%، سوري من 7 ل 50%. يعني من 7 ل 50% من الحالات الموجوده جوه العنايه بيجي لها اي كي اي. طب واحده واحده يا كيلو، ما دام هو موضوع كبير قوي كده وحوالي 50% من الحالات الموجوده في العنايه عندك ممكن يجي لها اي كي اي، طب ما واحده واحده كده وفهمني، قول لي مقدمه كده علشان افهم. خلاص بص، الاي كي اي ده عامل شبه الفلفل الاسمر. الفلفل الاسمر ده موجود في كل الاكل، يبقى الدايجنوزس ده بتاع الحاله ممكن يكون الحاله عندها كارديو، مشكله كارديو، مشكله ليفر، تمام؟ او ممكن يكون مثلا الحاله دي عندها سبتسيميا، عندها سبسز، عندها يو تي اي، وبعد كده يجي لها اكيوت كيدني انجري. طيب طب واحده واحده كده قول لي ايه هو اصلا الاي كي اي ده؟ ايه اكيوت؟ اكيوت يعني حاجه جت مره واحده بطريقه صادم كده، مش كرونيك. اكيوت يبقى انا كده ممكن ايه، ممكن اعالجها. هو حاجه فتره موجوده اقل من 3 شهور، يعني حاجه جات له دلوقتي وانا اقدر ان انا اعالجها، وهي ما كانتش موجوده قبل كده، ولو انا عالجتها مش تبقى موجوده بعد كده. ده معنى كلمه اكيوت. كيدني يعني مشكله في الكيدني. حصل ايه في الكيدني؟ حصل لها انجري. انجري يعني حصل لها ايه؟ تروما. لا اقف عند هنا، معنى كلمه انجري هنا مش معنى كلمه انجري الحرفي، تمام؟ عشان كده بيسموها اكيوت كيدني فيلير. يعني ايه؟ يعني ما حصل، ممكن يكون الاكيوت كيدني انجري ده او الاي كي اي ده مش بسبب مشكله جوه السيلز بتاعه الكيدني، ممكن يكون مشكله قبل الكلى. هناخد دلوقتي اسباب بري رينال واسباب بوست رينال بعد الكلى، تمام؟ فمفهوم الانجري عندنا ان هو حصل كيدني ديسفانكشن، ديسفانكشن الكلى بتاعتنا حصل فيها مشكله، علشان كده اسمها اكيوت كيدني فيلير. الكلى حصل لها ديسفانكشن، حصل لها فيلير، تمام؟ ان الكلى هنا مش قادره ان هي تقوم بالوظيفه بتاعتها، تمام؟ طيب تعالى بقى نفتكر مع بعض، هي الكلى اصلا كانت بتعمل ايه؟ هما كلمتين، تفلتر وتطلع، تفلتر والايه؟ وتطلع. تفلتر الويست برودكت، كرياتينين، اليوريا وكرياتينين والصوديوم والبوتاسيوم الزياده، الحاجات دي اسمها ايه؟ فلتره. وبعد كده تطلع اليورين، تطلع ايه؟ اليورين. يبقى الكلى هنا لما اقول حصل لها ديسفانكشن ويجي يخش هنا في التشخيص، تكون فاهم انا عارف ان الكلى وظيفتها حاجتين، تطلع الكريات وتطلع إيه؟ تطلع يعني تفلتر الدم من الكريات واليوريا والحاجات دي الويست برودكت يعني، وتطلع اليورين اوت بوت. طب لو الكلى ما بتعملش فلتره فنسبه الكريات هتكون اعلى في الدم، فكل ما كانت نسبه الكريات اعلى في الدم كل ما كانت المشكله اكتر. دي حاجه. تاني حاجه، هي بتطلع يورين اوت بوت صح؟ طب لو ما طلعتش يورين اوت بوت، كل ما كانت كميه اليورين اوت بوت بتطلع قليله كل ما كان في مشكله في الكلى، لان الكلى وظيفتها ايه؟ الكلى وظيفتها ان هي بتطلع تفلتر الويست برودك الكرياتينين واليوريا والحاجات دي، وبتطلع لي يورين اوت بوت، بتعمل لي اكسكريشن الحاجات دي بره الجسم، تمام؟ ده كلمه دي فانكشن، وعرفنا لو جيت شخصتها اشخصها بناء على ايه؟ بناء على حاجتين، كرياتينين ويورين اوت بوت، هنتكلم عنهم دلوقتي. تعالى بس نكمل الانسيدنس ده. يبقى قلنا من 7 ل 50% من الحالات الموجوده في الاي سي يو من ممكن يجي لها اي كي اي، تمام؟ طيب يقول لك بقى ان من 5 ل 6% من الحالات اللي موجوده في الاي سي يو اللي هي عندها اكيوت كيدني انجري بتحتاج ار ار تي. ايه الار ار تي ده؟ اللي هو الرينال ريبليسمنت سيرابي. يعني ايه رينال ريبليسمنت سيرابي؟ يعني انا كده هجيب حاجه من بره، تمام؟ حاجه تقوم بوظائف الكلى اللي هي بقت فيها مشكله. يعني انا كده استبدلت الكلى بحاجه تقوم بوظائفها
زي الداليزز ما هنتكلم عليه. طيب خش يكلمك كده على المورتاليتي اكوردنج لحاجه اسمها ار اي اف ال اي. مهم نسبه المورتاليتي، قال لك نسبه المورتاليتي عندك هنا بتزيد كل ما كانت الحاله اصعب. كلام يا جماعه سهل جدا، بيقول لك ان نسبه المورتاليتي يعني نسبه حدوث ان شخص ده يموت بتزيد كل ما كانت السيفيرتي بتاع الاي كي اي اكتر. طب ما ده طبيعي، يعني كلام منطقي قوي. تمام ليه بقى؟ لان احنا زي ما اتفقنا ان الكيدني فيها مشكله. طب هي اصلا كانت بتعمل ايه؟ كانت دورها ان هي تعمل فلتريشن للويست برودكت وتعمل لهم اكسكريشن للفلويد اللي زياده والويست برودكت دي من الجسم، اللي هي تطلع يورين اوت بوت. بالتالي لو ما عملتش الفانكشن دي بتاعتها ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه الفلويد اللي المفروض يحصل لها اكسكريشن من الجسم في اليورين اوت بوت خلاص هترجع وتتجمع، الفلويد دي تتجمع جوه جسمي. تمام، وتعمل لي زي مثلا بالمونري ايديما، تعمل لي سيريبرال ايديما، فده هيزود مثلا انتركرينال بريشر، هياثر لي على البرين، فلما ياثر لي على البرين هياثر لي على الريسبيراتوري سنتر، فلو اثر لي على الريسبيراتوري سنتر شخص ده هيبقى معاه مشكله في الريسبيريشن ويخش في الريسبيراتوري ديبريشن، يبقى كده ممكن تزود المورتاليتي ليت. انا بقول لك ازاي بتزود المورتاليتي ليت، انا قلنا الفانكشن بتاعتها لما ما عملتش الفانكشن بتاعتها، الفانكشن بتاعتها تعرف ايه هو سبب الدس. سبب الدس زي ما قلت لك هي كانت بتعمل فلتريشن اكسكريشن فلويد والويست برودكت، ما عملتش الفلويد هترجع تاني تعمل لي ايديما في الجسم كله، تعمل لي بالمونري ايديما، تعمل لي اسايتس، تعمل لي سيريبرال ايديما، فهيزود لي الانتركرينيال بريشر، هيزود الانتركرينيال بريشر هياثر على الريسبيراتوري سنتر اللي موجود في البرين، هيعمل لي ريسبيراتوري ديبريشن. تمام، وممكن تعمل حاجه اسمها فلويد الكترولايت اوفرلود، فمثلا الالكترولايت زادت، مثلا الصوديوم زاد هيعلي الضغط، البوتاسيوم بيزيد، طبعا البوتاسيوم ده بيأثر على القلب بيعمل لي براديكارديا، فكل ما يزيد كل ما عضله القلب ايه مش هتقدر تنقبض لان هو بيعمل براديكارديا. تمام، وقال لك كمان حاجه ثانيه بيعمل لي فلويد الكترولايت امبالانس. فلويد الكترولايت امبالانس ازاي؟ قال لك بص اول ما لازم تكون عارف النقطه دي في دماغك، اول ما بيحصل مشكله في الكلى اول واحد بيتاثر وبيتاخد على قفاه هو البايكارب. ليه؟ البايكارب ده اول ما يحصل مشكله في الكلى كده تعمل له ايه؟ اكسكريشن 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 على طول. هي اصلا الكلى ما بتحبش البايكارب، اول ما البايكارب يحصل مشكله في الكلى تقول له انا تعبانه انا مش قادره اطلع بره اطلع بره، تعمل له كده تخش الشخص ده في حاجه اسمها ميتابوليك اسيتوزيس. تمام، وده اصلا لما اتكلمنا على الميتابوليك استوزيس ده اصلا ممكن يؤدي الى دس. تمام، فهو هنا بيقول لك كل ما كان السيفيرتي بتاعت الحاله عاليه كل ما كان نسبه المورتاليتي ريت اعلى، وقال لك المورتاليتي ريت في البيشنت اللي عنده اي كي اي اللي بيحتاج اللي هو بيشنت اي كي اي وبيحصل له رينال ريبليسمنت ثيرابي يعني مثلا بيغسل، ده المورتاليتي ريت عنده من 50 ل 70%. فكل الكلام اللي فات ده سهل قوي، خش بقى على التايبس اوف تايبس والكوزز بتاعت الاكيوت كيدني انجري. بص يا باشا من الاخر جيبها لك من ابو بلاطه، تمام بالبلدي كده، الكلى عشان تشتغل لازم ثلاث حاجات يحصلوا. لازم ايه ثلاث حاجات يحصلوا يا باشا؟ عشان الكلى تبقى شغاله كويس في ثلاث حاجات لازم يحصلوا. لازم يجيلها دم كويس عشان يعمل لها بيرفيوجن. اتنين، لازم تفلتره، يبقى الكلى بتعمل ايه؟ لازم يجيلها دم كويس عشان تقدر هي تفلتره، لان الدم ده هو البرفيوجن بتاعها، هو اللي فيه الغذاء وفيه الطاقه بتاعتها عشان تشتغل. ما جالهاش دم مش هتفلتر، يبقى اول حاجه لازم يجي لها دم، لازم تفلتره ولازم يطلع من الجسم. فلو في حاجه من دي ما حصلتش هتاثر على شغل الكلى وهيحصل لنا مشاكل. يبقى المشاكل بتحصل بسبب ايه؟ الاسباب. يبقى الاسباب المشاكل اللي بيحصل منها الاكيوت بسببها الاكيوت كيدني انجري الثلاث حاجات اللي ما بيحصلش في واحده منهم ما بتحصلش. لازم يجي للكلى دم كويس عشان يحصل لها بيرفيوجن وتتغذى وتعرف تفلتر. اتنين، تفلتر. ثالث حاجه تطلع الحاجات دي من الجسم. لو مثلا الدم اللي واصل ده قليل، دم اللي واصل قليل يعني مفيش بيرفيوجن كويس للكيدني، خش في ايه؟ تخيل كده ايدك مش بيوصل لها بيرفيوجن، هيحصل لها ايه؟ يحصل لها اسكيميا ونكروزز وهتحصل لها ايه؟ امبيوتيشن، شلها. هو بيحصل لها نكروزز وتموت. هو نفس اللي يحصل في الكلى، الكلى مش بيوصل لها دم، مفيش بيرفيوجن، هتبوظ مش هتشتغل. تاني حاجه لازم تفلتر، فلو في مشكله في الفلتر هتبوظ. طب تالت سبب البريني بريرينا بوسترينا. البوسترينا يعني مشكله بعد الكلى، الكلى مش عارفه تطلع اليورين ده، هي فلترت ولا بيرفيوجن كويس مش عارفه تطلعه، في مثلا حصوه، في تيومر، في حاجه سده ان اليورين يطلع فاليورين يرجع تاني للكلى ويعمل مشاكل.
خلاص. فلو في حاجه من دي ما حصلتش هتاثر على شغل الكلى وهيحصل لنا المشاكل بتاعتنا بتاعت الاكيوت كيدني انجري. طيب هيبقى كده عرفنا التايبس، بري رينال مشكله في البرفوجن الرايح، رينال ذات نفسها مشكله في الكلى، بوست رينال مشكله فيما بعد الكلى مش عارفه تطلع الحاجه دي من الجسم. طيب يبقى كده احنا اتكلمنا على الاسباب، واحده واحده كده نمسكهم، اتكلمنا كده كجنرال، نمسك بقى واحده واحده. بري رينال، بري رينال، بص يا باشا بري رينال دي يعني مشكله قبل الكلى، من الاخر مشكله في البرفيوجن تمام. بس هو هنا قسمها لك قال لك بص ممكن يكون اصلا نسبه الفوليوم، الفوليوم في السيركيوليشن قليل، ده ممكن يكون بسبب ان الشخص ده فعلا بيفقد دم تمام، بيفقد عنده هيموريدج مثلا، او الشخص ده الفلويد بتتحرك من الانترفاسكولار للانترستيشيال فانا مش مستفاد بيها، تاثيرها بيقل. طيب ممكن يكون بسبب تكريز لوكال بلاد فلو للكيدني، يعني مثلا اقول لك مثال، انت عشان تطلع ميه للدور العاشر محتاج ايه؟ محتاج ميه. يبقى بص في ناس ساكنه في الدور العاشر تمام، الناس اللي ساكنه في الدور العاشر دي عشان تعيش، عشان تعيش محتاجه ميه تمام. لو انت قللت عندك الميه، الميه مش موجوده عندك، فبالتالي الناس دي مش هتعيش. طيب لو انت ما فيش مشكله في الناس، الناس عايزه تعيش وكل حاجه، لكن مشكله في الميه اللي بتوصل لهم، ما فيش ميه توصل لهم مش هيعيشوا، يبقى ما عندكش ميه مش هيعيشوا. عندك مشكله في المواسير اللي بتطلع الميه، المواسير مصديه، المواسير فيها جلطات تجلطات مش عارف ايه، المواسير ضيقه قوي تمام، دي هتاثر معايا بقى تكريز للبلاد فوليوم للكدني اللي هي المواسير اللي هي البلاد فيزلز فيها مشاكل. او مشكله في المضخه، انا عشان اطلع ميه للدور العاشر انا محتاج مطور. طب لو الماتور ده انا ما عندي ميه وعندي مواسير ولكن ما عنديش ماتور، الماتور مش شغال كويس، بالتالي الميه مش هتوصل، بالتالي الناس هتموت. خلاص ده بالبلدي، بالبلد بص جبت لك من ابو ناهيه تمام. فاول سبب من الاسباب البري رينال تمام ان هو مفيش ميه بتوصل للناس، مفيش ميه بتوصل مفيش برفيوجن بيوصل للكلى، مفيش دم رايح للكلى. ممكن يكون مفيش دم رايح للكلى علشان هو اصلا ناقص، هو مش موجود هو ناقص تمام، او هو مثلا الفلويد دي اتحركت من انترفاسكولار انترستيشن فهو مش مستفاد بيها، هي مفيش فوليوم ماشي في السيركيوليشن فقلت الفوليوم موجوده في السيركيوليشن فبرضه مش توصل للايه للرينال. واحده واحده برضه واحده واحده. يبقى قلنا بري رينال دي معناها ايه؟ معناها ان هي اسباب بتعمل اي كي اي، بتعمل اكيوت كيدني انجري تمام، لكن لما بتعمل الاي كي اي دوت بيبقى نتيجه ان انا حصل لي حاجه اصلا مشكله بره الكلى، مشكله قبل الكلى تمام، اسباب خارج الكدني اثرت على الكدني فخلتها ما تقدرش تقوم بالوظائف بتاعتها اللي هي تعمل ايه؟ ان هي تعمل فلتريشن للويست برودكت اللي هو الكرياتينين واليوريا والصوديوم بوتاسيوم الزياده والفلويد الزياده وتعمل له اكسكريشن، ما عملتش كده فهتلاقي الكرياتينين عالي وهتلاقي يورين اوت بوت قليل تمام. طيب اول حاجه قلنا هنمسكها هي ايه؟ مشكله في الدم، مفيش دم رايح للايه؟ للكلى. خلاص مفيش دم رايح للكلى ممكن يكون بسبب كذا حاجه، اول حاجه تكريس السيركيولاتوري فوليوم، كميه الدم اللي موجوده في السيركيوليشن قليله سبب الهايبوفوليم، فعلا الشخص ده بيفقد دم، الطبيعي ان يكون في جسمي من 5 6 لتر كده دم. طب لما انا يحصل لهم ان هم يقلوا، يحصل لهم هايبوفوليميا او ان هم تاثيرهم يقل، تاثيرهم يقل ليه؟ لان هم اتحركوا من الانترفاسكولار للانترستيشيال، فانا كده بفقدهم مش موجود في السيركيوليشن عندي، ملوش لازمه خلاص، موجود في مكان ملهوش اي ستيل لازمه، سيرت سبيس ملهوش مكان لازمه خلاص. طيب زي مثلا الهيموريدج، الهيموريدج ده بكل بساطه شخص حصل له تروما، حصل له حاجه ونزف دم او جي اي دي بليدنج، حاجات اللي هي فيها نزيف وكده. تاني حاجه جي اي دي لوسز، جي اي لوسز دي زي حصل مثلا شخص عنده بريزيستنت فوميتنج، بريزيستنت داريه، بيفقد فلويد كتير فدخل في ديهايدريشن فدخل في هايبوفوليميا، اثرت ان مفيش دم بيوصل للكيدني فايه هي كمان اتاثرت. او النيزوجاستريك درينج زي ما قلنا حالات اللي هي الاندايجيشن بيحصل اللي انا بحطها على درين عشان انا بلاقي ريزيدوال فوليوم عندها الجاستريك ريزيدوال فوليوم، جاستريك ريزيدوال فوليوم عندها اكتر من 500 فبحطها على درينج تمام، فهي بتفقد فلويد كتير من موجود في الجي اي تي فبالتالي يخش في هايبوفوليميا وتهيدريشن الحاجات اللي احنا قلنا عليها، فالدم اللي راح للكلى هيقل فالكلى مش هتعمل ايه الفانكشن بتاعتها. طيب كيوتينوس لوس زي حالات البرن، بكل بساطه حالات البرن هنا بيحصل فازو دياليشن فبيزيد البرميابيليتي بتاعت الفلويد تمام، فلما يزيد البرميابيليتي الفلويد هتطلع بره السيركيولاتوري دي معروف. رينال لوس، رينال لوس دي حاله دايابيتس، دايابيتس ميليتس او دايابيتس انسيبيتس عامه هي دايابيتس، ان هنا الكلى شخص ده بيخش في حاجه اسمها بوليوريا
فالبوليوريا دي شخص بيفقد فلويد كتير، كل شويه يخش الحمام يعمل يورين كتير فبيفقد فلويد، فبالتالي يخش في هايبوفوليميا. او الشخص ده بياخد ديوريتكس، ديوريتكس كتير عمال على بطال من غير ما يتابع، بياخد لاتكس من غير ما يتابع، فدخل في ايه رينال لوس بسبب ايه الفلويد اللي عمال يفقدها بسبب الديوريتكس. البوليوريا اللي بيجي الديوريتكس بيعمل بوليوريا. خلاص طيب، يبقى قلنا اول مشكله هايبو فوليميا. تاني مشكله معانا في ديكريز سيركيتري فوليا، ان الفلويد اتحركت من الانترفاسكولار سبيس لمكان ما لهوش اي 60 لازمه، سيرت سبيس انترستيشال سبيس، مكان ما لهوش لازمه زي الاسايتس. فلويد اتحركت لمكان ما لهوش لازمه مش مستفاد بيه. او حالات السيبتك، ركز بقى في حالات السيبتك دي يا جماعه، انا شرحتها في الاي ار دي اس بطريقه مبسطه جدا. في حالات السيبتك يا شباب انا بيحصل عندي ستيميوليشن للسيستميك انفلاماتوري ريسبونس. سيستميك انفلاماتوري ايه ريسبونس، فالسيستميك انفلاماتوري ريسبونس دي هيحصل لها ستيميوليشن. هي بتعمل ايه؟ بتطلع لي السيتوكينز. السيتوكينز ده بيعمل لي فازو دايليشن ويزود البرميابيليتي بتاعه الفلويد انها تتحرك من البلاد فيزز وتروح للانترستيشال سبيس، فتعمل لي ايه؟ فتعمل لي اي كي اي بسبب الفلويد اللي انا عمال افقدها. يبقى بسبب الكابيلاري ليك الست بتعمل ايه؟ فازو دايليشن وكابيلاري ليك، تحرك الايه الفلويد من انترفاسكولار للانترستيشال. والانافلكتيك شوك بتعمل نفس الحوار. طيب يبقى اول حاجه قلنا كميه الدم الموجود في السيركيليشن قليل، وقلنا سببين، يا اما هو مش موجود هايبوفوليميا مش عصب يفقده، او بيتحرك لمكان ما لهوش اي ستيل لازمه. تاني مشكله عندنا، تاني مشكله كابريرينال، هي تكريز لللوكال بلاد فلو تو كيدني، يعني البلاد سبلاي البلاد فيزلز اللي بتغذي الكيدني فيها مشكله، المواسير فيها مشكله. المواسير فيها ايه يا عم الحاج؟ قال لك بص، ممكن المواسير دي فيها ستينوزس، فيها دي، او في رينال فينس ثرومبوزس، فيها جلطه، بالتالي كميه كميه الدم اللي رايح للكيدني هيقل، فالبرفيوجن هيقل، فالكيدني تخش في المشاكل اللي احنا قلنا عليها دي، سلا نيكروزز ودامج والحاجات اللي احنا قلنا عليها، خش في اي كي او دراج انديوسد رينال فازو كونستريكشن. باشا بص، فاكر النور ادرينالين؟ النور ادرينالين ده كان بيعمل ايه؟ بنديه عشان يعمل بريفرال فازو كونستريكشن عشان يعلي الضغط، صح؟ فلما ده تعمل بريفرال فازو كونستريكشن ياخد الدم الموجود في الاطراف اللي رايح للكلى ورايح للكبد ورايح للابدومين والحاجات دي جي اي تي، فاخده اوديه للفايتال اورجن برين هارت لانج. فانا عملت بريفرال فازو كونستريكشن، انا اللي عملت كونستريكشن، دراج انديوست رينال فازو كونستريكشن، انا اللي عملته انديوست، انا اللي سببت الفازو كونستريكشن ده، تمام؟ فكميه الدم اللي رايحه للكلى هتقل، فالشخص ده هيخش في اي كي او بسبب البرفيوجن هيقل، فالكلى هتخش في نيكروزس ودامج وايه اي كي او. هيباتو رينال سيندروم، بكل بساطه في الهيباتو رينال شخص عنده مشكله هيباتيك، دخل في مشكله رينال. طب ليه يا كيرو؟ قال لك بكل بساطه الشخص ده الليفر عنده سيروزز او عنده فايبروزز، عنده اي مشكله في الليفر، فكميه الليفر ده بيطلع الالبيومين، تمام؟ الالبيون ده بيعمل ايه؟ الالبيون ده بكل بساطه بياخد الفلويد الموجوده في الانتراس، بيمنع الفلويد انها تتحرك من الانترفاسكول انترستيشن، هو بيمنعها، هو ده ضابط البوليس اللي موجود بيمنع ان الفلويد يحصل لها شيفتنج من الانترفاسكول انترستيشن، تمام؟ طب لو هو قال الضابط ده مش موجود، الضابط ده مش موجود، بص الليفر ده عامل زي كليه الشرطه بيطلع ضباط يمنعوا ان الفلويد يتحركوا من الانترفاسكول انترستيشن. طب كليه الشرطه دي قفلت، هيبقى في ضباط؟ مش هيبقى في ضباط، الالبيومين هيقل، مفيش ضباط كتير، تمام؟ فلما الالبيومين يقل خلاص اي حد يعدي في اي حاجه. انا ممكن تلاقي ايه؟ تلاقي موتوسيكل حوت شارع عكس، ليه؟ لان الضابط مش موجود. هو ده اللي بيحصل، الضابط موجود عشان يمنع ان العربيات تخش عكس، صح؟ يعني ان الفلويد يتحرك من انترفاسكول انترستيشن. طيب كليه الشرطه دي قفلت، في مشكله في الليفر، فكده الضباط اللي واقفه في الشوارع مش هتبقى موجوده، فممكن اي حد يضرب اي حد، ممكن اي حد يخش من اي شارع عكس. هو ده اللي بيحصل في الجسم، الضباط مش موجوده، القلب مش موجود، فالفلويد اتحرك بطريقه حره طليقه، مفيش حد يقف يقول لها انت بتعملي ايه، اتحرك من انترفاسكولار للانترستيشيال، ويحصل لي ايه؟ يحصل لي فلويد شيفتنج في مكان ملوش اي 60 لازمه زي الاسايتس مثلا، فبالتالي كميه الدم الموجوده جوه السيركيوليتري هتقل، فالبروفيوشن هيقل اللي رايح للكلى، هتخش في اسكيميا ونكروزز واي كي اي، تمام؟ الفانكشن بتاعتها هتقل. طيب diminished cardiac output، يعني مشكله في الموتور، القلب مش قادر يضخ الدم كويس، بعد كده الكارديك اوتبوت هيقل، فالبرفيوجن اللي رايح للكلى هيقل فهتتاثر. خلاص دي حاله الكونجستيف هارت فيلير، حالات الاريزميا والتمبونات. التمبونات لما دخلناها في طوارئ في كميه حاجات كده موجوده في البريكارديال، هي دي اللي مانعه ان القلب يضخ، فالقلب كارديك اوتبوت بيقل. او كارديو رينال سيندروم، كارديو رينال سيندروم دي برده من الحاجات السهله قوي، زي ايه؟ زي قلنا التمبونات او كونجستيف هارت فيلير او الاريزميا، دي حاجه اسمها كارديو رينال سيندروم. انا جاي لك في الامتحان يا باشا وقال لك
ان قال لك في الاختيارات كده الالبيومين بيقل، الالبيومين بيقل ده وحصل اكيوت كيدني انجري، يبقى الحاله دي اسمها ايه؟ هيباتو رينال سيندروم ولا كارديو رينال سيندروم؟ البيومين بيقل، مين بيفرزه؟ الهيباتو، يبقى هيباتيك، يبقى هيباتو رينال سيندروم. طيب قال لك الحاله عندها كاردييك تمبونات وهي حصل لها اي كي اي، كاردييك تمبونات وحصل لها اي كي اي، يبقى هيباتو رينال سيندروم ولا كارديو رينال سيندروم؟ اكيد كارديو رينال سيندروم، لان مين التمبونات دي من الهيباتو رينال سيندروم. كده خلصنا الاسباب اللي قبل الكلى، الاسباب حصلت في مش حاجه قبل قبل الكلى، ما لهاش علاقه بالكلى، قبل ما توصل الدم للكلى، و على اساسه اثر على الكلى وعمل لي افكشن وديس فانكشن للكيدني، ان هي تعمل فلتريشن اكسكريشن لايه للويست برودكت. تمام، قلنا مشكله يا اما في الدم كميه الدم قلت، قلنا السببين بتاعنا يا اما هايبوفوليميا يا اما لوس فلويد في مكان مش اسيتيل لازمه، وتكريز البلاد في مشكله في المواسير، يا اما مشكله فين؟ في المضخه المطول. تمام، طيب مشكله في القلب. طيب خش بقى نتكلم على، نخش بقى في الانترنسنج رينال ازوتيميا اللي هي مشكله جوه الرينال. تمام، هي عباره عن ايه؟ قال لك بكل صراحه دي مشكله حاجات كده حصلت للكلى ذات نفسها، حصل لها انجري، حصل لها انفلاميشن، حصل لها نيكروزس، حصل لها انفكشن في خلايا الكلى. مشكله فين؟ في خلايا الكلى. طيب ايه المشكله يعني؟ قال لك لا، ما انت حصل مشكله جوه الكلى، بالتالي الكلى ذات نفسها المشكله اللي حصل فيها دي مش هتقدر ان هي تعمل الفانكشن بتاعتها، ان هي تعمل فلتريشن واكسكريشن ووست برودكت، بالتالي هتلاقي الكرياتينين عالي والوست برودكت عاليه واليون اوت بوت قليل عشان مش عارفه تعمل اكسكريشن. خلاص، اسبابها اول سبب هو رينال مايكروفاسكولار اند جلوميرال ديزيز. يعني ايه؟ قال لك اول حاجه اللي هو انفلاميشن، في انفلاميشن زي حالات الجلوميرال نيفرايتس. جلوميرال نيفرايتس يعني حصل انفلاميشن، التهابات جامده جدا في الجلوميرول. الجلوميرايد ده مسؤول ان هو مسؤول عن عمليه الفلتريشن، حصل فيه التهابات، بالتالي ايه اللي يحصل؟ الماكروفيتش هتيجي في المكان دوت وتفرز لي ايه؟ تفرز لي السيتوكينز، والسيتوكينز هيعمل فازو دايليشن ويزيد الليك للبرميابيليتي. تمام، فتتجمع فلويد كتير قوي جوه الجلوميراي. تمام، فده هيمنع الالتهاب، سبب الالتهابات دي والشيفت للفلويد، الحاجات دي كلها زي ما قلنا في الاي ار دي اس، نفس الكلام بيحصل في الالفيولا بيحصل في الجلوميراي، هو هو، بالتالي هيدمر الجلوميراي ذات نفسها، خلاص هيدمره ويبوظه. تاني حاجه فازوسباكتيك. ايه الفازوسباكتيك دي؟ يعني البلاد فيزلز اللي رايحه تخزي الجلوميروي حصل فيها مشاكل، ممكن مثلا فرقعت نتيجه مثلا الهايبر تنشن العالي ده، او حاجه اسمها سكليرو ايديما كرايزز، يعني البلاد فيزلز اللي رايحه تغذي الجلوميروي دي دائت نتيجه في كولاجين فايبرز كده بيترسب عليها من جوه، فحصل لها ستينوزز دائت شويه، او زي حاله البري كلامس بيحصل فازو كونستريكشن. خلاص، المايكروثرومبوزز انت مش عليك الاختصارات دي، بس المايكروثرومبوزز ان هو حصل تكوين كده للبلاد كلوتس صغيره. تمام، مايكروثرومبوزز حصل تكوين بلاد كلوتس كده صغيره اتكونت جوه الكابيلري اللي رايحه عند الجلوميروي، نفس المشكله، كل حاجه رايحه الجلوميروي حصلها مشكله. تمام، فمنعت ان الدم يوصل للجلوميروي عشان يحصل له فلتريشن، فكده اتأثرت. اكيوت تيوبولار نيكروزز، بص بقى الاكيوت تيوبولار نيكروزز دي الى حد ما هي مهمه شويه، ان هنا حصل نيكروزس في النيفرون ذات نفسه، النيفرون مات، حصل له اسكيميا. تمام، مات. تمام، حصل الريفرسابل دامج نتيجه ان حصل ايه؟ اسكيميا. ده ممكن يكون بسبب اسكيميا فعلا، يعني اني برولونجد كوزز اوف برينال ازوتيميا، يعني كلى قعدت فتره طويله قوي ما بيوصلهاش دم فدخلت في اسكيميا، او توكسيك. توكسيك زي حالات الايه، بتاخد امينو جلايكوسايد زي الاميكين، حاجات كده انتيبيوتكس كده زي الاميكين والفانكومايسين والحاجات دي، دي كلها انتيبيوتكس بتروح عند التيوب وتموتها تعمل لها توكسيك، هي توكسيك. وحالات الراديو كونتراست اللي هي الحاجات اللي بتاخد صبغه، اشعه بالصبغه دي تترسب على الاوعيه الدمويه بتاعت الجلوميرس، بالتالي دي هتقلل من البلاد سبلاي اللي رايح للنفرون، بالتالي النفرون ده هيحصل له ايه؟ هيموت، مفيش دم بيوصل له، بلاد سبلاي مترسب عليها صبغه، مترسب عليها كونترست، مفيش بلاد سبلاي رايح لها فهتموت. طيب خش في حاجه ثانيه، حاجه اسمها تيوبلو انترستيشال ديزيز. يعني ايه انترستيشال ديزيز؟ او تيوبلو انترستيشال ديزيز يعني التهابات موجوده في الخلايا اللي حوالين النفرون، انترستيشال تيوب حوالين النفرون مش موجوده جوه النفرون، هي حواليه. تمام، بالتالي هتاثر على الفلتريشن، لان نجد البريميابيليتي وهيزيد الفلويد والحاجات دي فازوديليشن والكلام ده كله. خلاص، وزي بيقول لك سببها ايه؟ سببها الدراجز، شخص ده اخذ
انتي بيوتكس زي البنسلين او البروتون بامب انهيبيتورز. بروتون بامب انهيبيتورز اللي هو الكونتولوك والحاجات دي، دي دراجز تعمل تزود الالتهابات اللي موجوده حوالين النفر، خلايا اللي حوالين النفر، او زي الالكترولايت ديستربنس زي بيقول لك لو الصوديوم عالي بيعمل نفس المشكله دي. خلاص مش عليك اول ميكانيزم بس انا بديك امثله يعني. انتراتيوبال اوبستراكشن، انتراتيوبال اوبستراكشن دي زي حالات المايوجلوبين والهيموجلوبين او اليوريك اسيد. اللي بيحصل هنا حالات ان هنا حالات الهيموجلوبين هنا بيحصل مثلا هيموليزس، فبيحصل ديستراكشن للريد بلاد سيلز، فنتيجه لده هيطلع في الدم هيموجلوبين كده ماشي بالدم، فلما يروح للكلى عشان يحصل له بقى فلتريشن، يروح للكلى يحصل له فلتريشن بقى يعمل ايه، يترسب جوه الجلوميرس تمام، وجوه النفر، فيبوظه ما يخلوش قادر ان هو يعمل فانكشن بتاعته تمام. والهيموجلوبين فيترسب جواه يعمل اوبستراكشن يسده ما يخلوش يعمل الفانكشن بتاعته. المايوجلوبين هو الهيموجلوبين بس موجود في المسلز، سواء شخص دخل في سيزر دخل في كونفالجن بيستخدم المسلز كتير، فالهيموجلوبين كتر في المسلز بسموه مايوجلوبين، راح عشان يحصل له فلتريشن هوبا عمل اوبستراكشن جوه التيوب. او حالات اليوريك اسيد، اليوريك اسيد ده الحالات الجاوت، حالات اللي هنقرص، الحالات اللي عندها نقرص دي لما اليوريك اسيد بيعلى بيعمل حاجه اسمها كريستال، الكريستال دي بتروح للنفرون تعمل لها ايه؟ تسدها، تعمل لها اوبستراكشن التيوب. طيب بوسترينال بقى، بوسترينال من الاخر حصوه او حاجه سده، كلوتس مثلا زي اليوريتك ديزيز، زي مثلا ستونز، زي عنده ستونز عنده حصوه تمام، كلوتس حاجه كده متجلطه جوه في اليوريتر. البلادر فيها مشكله، بيقول لك ايه زي ستونز في حصوه في المثانه فسد ان الدم ينزل اليورين ينزل تمام، او حاجات نيوروجينيك بلادر. بص نيوروجينيك بلادر دي حالات مثلا شخص جاله سباينال كورد انجري فاثر على التون بتاع البلادر، ازاي لما ياثر البلادر دي عباره عن ماسلز مش فيها ماسلز، كنا اخذنا في ميت سيرش الماسلز ايه بيجي لها اشارات من البرين، طب مين الحاله الوصليه الوصله اللي بتوصل الاشارات ما بين البرين للماسلز هي السباينال كورد، فالسباينال كورد ده لو فيه انجري تمام الوصلات مش هتروح للماسلز، فالماسلز مش هيحصل لها ايه مش هتعمل يورينيشن، فشال الحاجه تخش في يورين ريتينشن بس كده. البروستاتيك ديزيز زي البي بي اتش او الستون في حصوه في البروستاتا او حاجه البي بي اتش اللي هي بيناين بروستاتيك هايبر بليجيا، يعني حاجه كده ضغط على الـ من البروستاتا كبرت شويه فضغطت على اليوريثرا فما خلتش اليورين يطلع تمام، او اليوريثرا ديزيز في ستونز في حصوه جوه اليوريثرا فسد ان الدم اليورين ينزل فبيرجع تاني للكيدني ويعمل لي اللي هو الهايدرونيفروزز اللي هو فيه ميه موجوده على الكلى فبتبوظها مشبعه ميه كده. خدنا الاسباب وخدنا ايه التايبس والاسباب اللي هو بري رينال انترا رينال او انترينسينج والبوست رينال. خلاص بص كلمه ازوتوميا دي ازوت اميا، اميا يعني البلد، ايه ازوتوميا يعني ازوت يعني فيه ويست برودكت كتير موجوده جوه البلد عشان كده سموها ازوتوميا. خلاص نيجي بقى نشخص، لما نيجي نشخص هنعمل اول حاجه نشوف الهيستوري، هل هو مريض كيدني، هل هو مريض سوري هل هو كان عنده قبل كده مثلا كرونيك كيدني ديزيز، هل عشان بيبقى اللي هو عنده كرونيك ديزيز هو من الريسك فاكتور ان يجيله اي كي اي تمام، هل هو مثلا ده شخص كارديو مريض كارديو، هل هو مريض ليفر، احنا قلنا عندنا فيه هيباتورينال سيندروم وكارديورينال سيندروم ليهم علاقه بالموضوع وشرحته لك ليه، بسأل على الكلام ده كله، بسأل هل هو بياكل كويس وشرب كويس اخر فتره، لان هو مش بياكل كويس وشرب كويس يبقى يخش في ايه في ديهايدريشن، هل هو كان بيرجع او جاله اسهال كتير الفتره اللي فاتت يبقى يخش في ديهايدريشن فالفلويد فوليوم هتقل. بسأل بقى عن كل الاسباب اللي تؤدي للاي كي او، واعمل فيزيكال اكزامينشن، فيزيكال اكزامينشن علشان اشوف الديهايدريشن، ما انا عامل فيزيكال اكزامينشن في ديهايدريشن، مثلا عندي فلويد فوليوم اوفرلود تمام، لو يبقى اول حاجه بشوف الديهايدريشن علامات الديهايدريشن، بشوف لو شخص عنده فلويد فوليوم اوفرلود هيبان عنده ايديما واسايتس، بشوف لو شخص ده عنده مثلا بين في الرايت هايبوكوندريم عنده رايت هايبوكوندريم بين ده مكان اللي فيه الليفر، فلو حس مسكته كده بالبيشن كده لقيت فيه ليندرنس ده معناه ان فيه ايه ليفر بروبلم مشاكل في الليفر تمام. بشوف الشخص لو عنده ديزنيا ده ممكن يكون مشكله في كارديو فهي مدخلاني في الاي كي او، يعني بحاول اشوف ايه السبب يعني في هيستوري فيزيكال اكزامينشن اشوف ايه السبب، كل الاسباب بتؤدي الاي كي اي بشوفها في خلال الفيزيكال اكزامينشن والهيستوري. بعد كده هشوف بقى الشارت، خلاص عملت له هيستوري شفت الهيستوري فيزيكال اكزامينشن خش على الشارت شوف بيطلع قد ايه يورين اوت بوت، هل اللي بياخده اكتر من اللي بيطلعه عشان كده هو عنده فلويد اوفرلود
دراج ادمنستريشن، ايه هي الادويه اللي بياخدها، تمام. اشوف البروسيجر اتعملت له والهاي الهيمو دايناميك ستيت اثناء البروسيجر دي، اشوف اعمل لاب انفستيجيشن عشان اشوف السي بي سي، السي بي سي عشان اشوف لو مثلا عنده الهيموجلوبين قليل، ده معناه ان السيركيولاتوري فوليوم قليل عشان هو مثلا بيفقد دم. لو عنده مثلا نشوف الالكترولايتس، لو مثلا لو لقيتهم كلهم عاليين اكيد هلاقيهم كلهم عاليين في حالات الاي كي اي، ان مفيش حاجه بيحصل لها فلتريشن اكسكريشن. شوف الليفر فانكشن، فعشان يشوف نسبه الالبيومين كمان، علشان لو الالبيومين بيقل يبقى الفلويد بيتحرك فعلا من انترفاسكو انترستيشيال، الظابط مش موجود. الاي بي جي بشوف ممكن الاقي عنده، هلاقي اكيد عنده ميتابوليك اسيدوز زي ما قلت لك، لان قلت لك اول حاجه لما تاثر الكلى تقول لي الايه، تقول لي البايكارب. يا باشا شكرا شكرا، اتفضل اطلع بره، انا فعلا مكفيني، تمام. فلما البايكارب بيطلع، البايكارب بيطلع بره، فالحاله دي تخش في ايه، ميتابوليك اسيدوزس. بعمل تحليل يورين، تحليل يورين اشوف هلاقي عنده هاي سبيسيفيك جرافيتي، يعني هلاقي الاسمولاريتي عنده عاليه قوي نتيجه ان في دايهيدريشن. لما يبقى في دايهيدريشن يعني ممكن في دايهيدريشن، فتركيز اليونين هيعلى، تمام، كونسنتريتد اليونين هيعلى خلاص. كمان مفيش يورين اوت بوت بيطلع كتير، فهتلاقيه كونسنتريتد كده. شوف اللي ممكن تلاقي ريد بلاد سيلز، ريد بلاد سيلز دي معناها ان في يو تي اي او يورو ليسيسيس. يورو ليسيسيس يعني في حصوه، تمام، في ستونز عملت كده احتكاك، عملت فريكشن مع اليورثرا، تمام، فعملت لي حصل تروما ونزلت شويه بليدنج كده، فلقيت ايه، لقيت ريد بلاد سيلز موجوده عندي نتيجه الانجري دوت. لو لقيت برضو ريد بلاد سيلز، ده معناه ان في يو تي اي، في انفكشن، يونت لاكت انفكشن، وعملت انجري، وصلت ان هي عملت انجري جامد قوي، فشفت ريد بلاد سيلز دي. الوايت بلاد سيلز او بكتيريا معناها ان في يو تي اي، فالوايت بلاد سيلز راحت المكان ده عشان تحاربه، في انفكشن راحت تحاربه. بص بقى حته الكاست، الكاست دي يعني حصوات كده، عباره عن حصوات او تجمعات من الحصوات. فلو لقيت كاست ريد بلاد سيلز كاست، معناها ان الحاله دي عندها جلومرال نفرايتس، هتيجي في الامتحان. الكاست دي هتيجي في الامتحان. لو لقيت ريد بلاد سيلز كاست، معناها الحاله دي عندها ايه، جلومرال نفرايتس. لو لقيت الحاله دي عندها كاست وايت بلاد سيلز كاست، معناها الحاله دي عندها بليون نفرايتس. احفظها احفظها، ما فيش اي فهم. لو لقيت الحاجه دي عندها ايزوفينيك كاست، ايزوفينيك كاست دي معناها ان الحاله عندها انترستيشيال نفرايتس، لان لما بيحصل عندي انترستيشيال انفلاميشن بيبقى في عندي كرات دم بيضاء كتير، من اكترها هي الايزوفيليك، ايزوفيليك، فلما بتتجمع كتير بتعمل كاست تجمعات. فلو لقيت في تحليل اليورين ايزوفينيك كاست، ده معناه الحاله دي عندها انترستيشيال نفرايتس. طيب لو لقيت الحاله دي في تحليل اليورين عندها جرانيولار كاست او ابيثيليال سيل، خلايا ميته، ده معناه الحاله دي دخلت في اسكيميا، اسكيميك دامج. طيب ده كده دياجنوزس. الجدولين دول بيقولوا ايه؟ الجدولين دول بيقولوا بصراحه لو الحاله دي دخلت في اكيوت كيدني انجري، تمام، هتلاقي التحليل بتاعها عامل ازاي. قال لك بص انا هقسم لك الاي كي اي دي لثلاثه ستيج. كام ستيج يا كيلو؟ ثلاثه. ستيج 1 بيقول لك ان الحاله دي لسه الدنيا حلوه. بص الكلى بتعمل ايه، كل مره اقولها لك، الكلى بتعمل اكسكريشن الوست برودكت اللي هو الكرياتينين، وتطلع لي يورين اوت بوت. فمش طبيعي، مش طبيعي ان انا الاقي الكرياتينين عالي في الدم، ما هو المفروض يطلع، هو ما طلعش، عشان كده فيها مشكله، يبقى اكيد هلاقيه عالي. اليورين اوت بوت المفروض يطلع، ما طلعش، فاكيد هلاقيه ايه، قليل ان هو يطلع، ما هو اكيد لازم يقل ان هو يطلع، اكيد لو قل ان هو يطلع يبقى الحاله دي ايه، اي كي اي. فقسمها لك لده ستيج، ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3. ستيج 1 احنا هنا بنشوف حاجتين، الكرياتينين، سيرم كرياتينين، واليورين اوت بوت. خلاص لو قال لك ان الشخص ده بعد 48 ساعة لقيت نسبة الكرياتينين في البلد 3/10 زادت عن البيز لاين، بص عندك حاجة اسمها بيز لاين، فالشخص ده بعد 48 ساعة زاد عن البيز لاين 3/10 ملي جرام بير ديسيليتر. في التحليل لقيت ان الكرياتينين عالي 3/10 ملي جرام بير ديسيليتر، يبقى الحالة دي ستيج 1. او ان هو كان داخل ببيز لاين مثلا 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 واحد، تمام، هو الكرياتين عنده بيز لاين واحد، تمام، بعد 48 ساعة لقيته، تمام، بعد 48 ساعة لقيته 1.3، ده معناها ان حصل ايه، حصل زيادة، ان هو كان داخل ببيز لاين واحد، تمام، لقيته 1.3 بعد 48 ساعة، يبقى هو كان داخل ببيز لاين واحد، بعد 48 ساعة لقيته زايد 3/10، بقى 1.3، ده معناها ان هو الحالة دي ستيج 1. او لقيت الحالة دي، تمام،
كان داخل ببيز لاين 1.5 أو 2، 1.5 أو 2، يعني الحالة دي داخلة بكرياتينين 1.5 أو 2، يبقى ده ستيج 1. يبقى ستيج 1 ان هو زايد عن البيز لاين 3/10، كان داخل بكريات 1 بقى 1.3 × 48 ساعة، يبقى دي ستيج 1، او هو اصلا البيز لاين بتاعه 1.5 أو 2، خلاص اسمها ستيج 1. طب اليونين اوت بوت المفروض اليونين اوت بوت ده يقل، بيطلع الطبيعي، الطبيعي ان هو يطلع يونين اوت بوت تمام 0.5 ملي جرام لكل كيلو جرام في كل ساعة، ده الطبيعي. ده مين الطبيعي؟ طب اللي مش طبيعي في ستيج 1 اللي هو اليونين اوت بوت ده يقل، يقل قد ايه؟ يقل عن الطبيعي اللي هو 0.5 ملي جرام نص ملي لكل كيلو جرام لكل ساعة خلال اكتر من 6 ساعات. اكتر من كام؟ 6 ساعات، ستيج 1. يبقى الطبيعي ان هو يطلع 0.5 ملي جرام لكل كيلو جرام في الساعة، اكيد هيتأثر في ستيج 1 يبقى هيطلع اقل من الطبيعي اللي هو 0.5 ملي جرام لكل جرام في الساعة خلال اكتر من 6 ساعات. طب ستيج 2 بقى، ستيج 2 تخلي ببيز لاين 2/3، يبقى كده الكرياتينين عالي، وكمان لقيت اليونين اوت بوت بتاعته قليلة، اقل من 0.5 ملي جرام لكل كيلو جرام في الساعة اكتر من 12 ساعة، يبقى هنا اقل من الطبيعي بست ساعات خلال اكتر من 6 ساعات، هنا اقل من الطبيعي خلال اكتر من 12 ساعة. هنا بقى، هنا بيقول لك ان الكرياتين هتلاقي ايه؟ هتلاقي 3 مرات، 3 في البيز لاين دخل 3، او هو كان داخل بكرياتينين 4 وزاد نص، هو كان داخل بالكرياتينين اصلا 4 وده عالي قوي، وكمان زاد نص، لقيته كمان ايه؟ زاد نص عليه، يبقى زاد 3 مرات عن البيز لاين، او كرياتينين كان 4 وزاد نص. يا جماعه الحاجات دي حفظ تيجي في الامتحان كده، هي دي احسن حاجه في الامتحان اصلا، ان هي دي حفظها تلاقيها خلاص. طيب، او الحاله دي بتستخدم الرايت رينال ريبليسمنت ثيرابي اللي هو بس بتغسل، يبقى دي اكيد حاله سيرت ستيج اكيد خلاص. اليون اوت بوت ده، اليون اوت بوت ده هتلاقيه اقل من 3/10 ملي جرام لكل جرام خلال 24 ساعه، وركز الرقم هنا اتغير، بدل ما يبقى 5/10 بقى 3/10، او الشخص ده بقى انيوريا، انيوريا يعني بيطلع اقل من 50 ملي خلال اكتر من 12 ساعه، يبقى ما طلعش غير 50 ملي خلال 12 ساعه واكتر، يبقى الحاله دي ايه؟ سيرت ستيج. الحاجات دي يا جماعه حفظ، الجدول اللي تحت هو بالظبط. فبيقول لك ايه؟ ان الحاله اللي هي الريسك، الريسك دي يعني ستيج 1 من الاخر، الريسك اوف رينال انجري، الريسك اوف رينال انجري تلاقي الايه؟ الكرياتينين 3/10 جرام زايد خلال ايه؟ 24 ساعه، خلال 48 ساعه. هو نفس الكلام يا جماعه، ستيج 1 جه قال لك ان هي الريسك اوف رينال انجري، هي ريسك، هي لسه في الاول، يبقى هي ريسك يحصل لها رينال انجري، يبقى تلاقي ايه؟ 3/10 اكتر من البيز لاين، تمام؟ وهو نفس الكلام ده بالظبط. الانجري بقى، انجري دي يبقى ستيج 2، يبقى 2 في البيز لاين، تلاقيه اقل من 0.5 ملي جرام لكل، اقل من الطبيعي يعني خلال اكتر من 12 ساعه. طب فيلير، حصل فيلير بقى، يبقى ستيج 3، ستيج 3 يبقى اكتر 3 في البيز لاين او زائد نص لو هو داخل بكرياتينين 4، ممكن يكون عنده انيوريا اكتر من 12 ساعه، او بيطلع اقل من 3/10 ملي جرام لكل جرام، يعني اقل من الطبيعي، لا اقل من 3/10 ملي جرام لكل كيلو جرام في الساعه اكتر من 24 ساعه. الحاجات دي حفظ يا جماعه. لوس اوف كيدني فانكشن، لوس اوف كيدني فانكشن ده معناها ان الشخص ده عنده بيرزيستنت رينال فيلير اكتر من 4 اسابيع، يبقى الكيدني فانكشن لوس اللي هو بيرزيستنت رينال فيلير اكتر من 4 اسابيع. طب انت ستيج ديزيز ده معناها بيرزيستنت رينال فيلير اكتر من 3 شهور. طيب، في كمان في الدايجنوستس احنا ما قلناش الحته دي، اللي هي بعمل رينال ايميجنج اللي هو زي الالترا ساوند كده علشان اشوف لو عندي انجري، عندي هايدرونيفرايتس، الكلام ده كله. بعمل رينال بيوبسي لو شاكك في تيومر، خلاص. طيب، خدنا الاي تي ان يا شباب، هيجي يكلمك على الاي تي ان. الاي تي ان ده اللي هو خدناه هنا اللي هو اكيوت تيوبر نيكروز، اللي هو بيحصل سبب توكسيك او سبب ايه؟ اسكيميا، الكلى ما بيوصلهاش دم من فتره طويله فدخل في ايه؟ اسكيميا، او شخص ده بياخد كونتراست او اخد انتبيوتكس زي الاميكين والحاجات دي فدخل فين؟ في اكيوت تيوبولار نيكروزس. بيقول لك ان الاكيوت تيوبولار نيكروزس دي مش بتحصل مره واحده، دي ليها ناتشورال كلينيكال كورس. يعني ايه اكيرو؟ يعني ليها ستيج. اول ستيج خدناها في يا جماعه الحاجه دي اخدناها بالنص في امراض بطنه، كلام سهل. انا المهم عندي ان انا اعرف الستيج عشان انا ممكن مثلا الاقي الشخص ده في الستيج 2 اللي هو الاوليجوريا، اوليجوريا فيس، فاقدر اعالجه.
لكن هو لو دخل معايا في البوليوريك فيز هيبقى دخل في ستيج 3 تمام. فخلي بالك من الحته دي تمام. فهو من حكمه ربنا يعني ان هو خلى الاوليجوريك فيز دي الاول قبل البوليوريا، عشان لما تحس ان انت عندك اوليجوريا تروح تكشف خلاص ان في حالات البوليوريا ممكن لك ايه يا عم ده انا ممكن يكون عندي مش عارف شربت ميه كتير النهارده ومش عارف ايه. طيب يلا بقى نشرح الانسد فيز او الانيشيتنج فيز دي بتبتدي امتى وبتنتهي امتى. قال لك هي البدايه الفيز الاولانيه طبعا بتبتدي بحدوث الانسلت وتنتهي بان خلاص حصل انجري، حصل اسكيميا، حصل نيكروسس للسيل تمام بتاعت الكدني. دي بتحصل من ساعات لايام تمام. لازم تكون عارف تبتدي امتى وتنتهي امتى، تقعد قد ايه. هنا طبعا تكون عارف ان تقعد من ساعات لايام. الشخص ده هيظهر عليه ايه؟ احنا بنقول حصل انجري للكلى صح. طب الكلى بتعمل ايه اصلا؟ تعمل اكسكريشن تمام لليورين وتعمل فلتريشن واكسكريشن. طب يبقى كده هتلاقي الشخص ده عنده ايه؟ عنده ديكريز يورين اوت بوت، مفيش اكسكريشن، الكلى مش شغاله. اند انكريز سيرم كرياتين، الكلى مش شغاله مش عارفه تعمل انت فلتره. يبقى هتلاقي عنده الحاجات دي سهله قوي الكلام اهو. طب الاوليجوريك فيز، الاوليجوريك فيز دي او بيسموها كده انيوريا، انيوريا او اوليجوريك فيز او نون اوليجوريك فيز. يعني ايه؟ يعني هنا الشخص ده ممكن تلاقي عنده اوليجوريا اقل. يعني ايه اوليجوريا؟ اخدناها كتير قوي، اقل من 400 مللي، بيطلع اقل من 400 مللي يورين خلال 24 ساعه. او الجديده بقى علينا ان هو بيطلع اقل من 20 مللي في الساعه، ده معناه ان عنده اوليجوريا. طب انيوريا؟ انيوريا مش بيطلع يورين خالص، لا ده بيطلع اقل من 50 مللي خلال 24 ساعه تمام. بوليوريا بقى شخص خلاص دخل في اوليجوريا، يخش في ثالث فيز يقول لك اللي هي البوليوريك فيز، بتقعد من اسبوع لاسبوعين تمام. الشخص هنا بيبتدي ان هو يحصل له جراديوال، دريا جراديوال بيزيد اليونيت اوت بوت، بتؤدي الى فوليوم ديفيست. فوليوم ديفيكت يعني الاي كي اي هيزيد اكتر. ازاي؟ انا بعمل بوليوريا بطلع يورين كتير، فانا بفقد فلويد، بفقد فوليوم، فالفوليوم لما يقل مفيش دم بيروح للكلى اصلا تمام. فانا قللت ان الدم يروح للكلى تمام. فانا كده عملت بري رينال كوزز للاي كي اي اساسا. الكترولايت امبالانس زي ما قلت لك في البوليوريا اكيد بيطلع الكترولايت كتير، فبيخش في الكترولايت امبالانس زي مثلا ميتابوليك اسيدوزيس مثلا. ريكفري فيز، ريكفري فيز هنا بتقعد من شهور لسنين، هنا الرينال فانكشن ترجع للنورمال خلاص. كلام سهل يا جماعه. Prevention of AKI in ICU يعني شخص معايا في العناية، قلنا نسبة حدوث انه يخش في AKI من 7-50%. فانا ازاي امنع الحوار ده؟ اول حاجة ان انا اشوف الناس العرضة انها تخش في AKI، زي حالات مين؟ حالات الديابيتس، ديابيتس زي ما بيقولنا عنده بوليوريا احنا خدناه. حالات السيكي دي، حالات السيكي دي هنا مش هو الشخص سيكي دي، انا عنده كرونيك كيدني ديزيز، يعني حاجة مش اند ستيج رينال ديزيز، يعني هو الكلى فيها مشكلة ولكن هي شغالة بنسبة ما تمام. ولكن الشخص ده بيبقى ريسك فاكتورز ان هو يخش في اي كي اي، بسميه كرونيك سي كي دي اون اي كي اي، ان توب اون توب اوف كرونيك اي كي اي، توب اوف كرونيك كيدني ديزيز تمام. الايدج، الناس اللي عمرها كبير اكيد السيلز بتاعتهم والاورجانز بتاعتهم هتتاثر، والكفاءة بتاعتها مش هتبقى زي كفاءة واحد عنده 20-30 سنة. الهايبرتنشن، الناس اللي ضغطها عالي، الناس اللي ضغطها عالي دي البلاد فيزز نفسها بتقص بتضم البلاد فيزز الكابيلري بتاعت الجلوميرال، لما الضغط يعلى هيحصل لها ايه؟ تتدمر تمام. فالجلوميرال مش هيوصل له دم، فحالات الهايبرتنشن ريسك فاكتور. حالات الكاردياك وحالات الليفر زي ما اتفقنا اللي هو الكارديورينال سيندروم والليفر يورينال سيندروم. حالات السيبتك كمان واليو تي اي، الناس اللي عندها انفكشن سيستميك انفكشن دي الفلويد هنا هتتحرك من السبب الفازو دايليشن بسبب الليك للبرميابيليتي. اسمع حاضه الاكيوت ريسبيراتوري اللي هي بتاعت الاردس، حاضه الاردس دي مهمه قوي يا جماعه، بتفرق معاك قوي فوق كل المحاضرات. هنا في حالات السيبسز بيتفرز السيتوكاينيز والانفلاماتوري ميتيدرز، هيحصل فازو دايليشن وتحرك الفلويد من انترفاسكو انترستيشيال لمكان ملوش اي سي تي لازمه، فبرضه هو ريسك ان يخش في اي كي اي، واتكلمنا عليها هناك على فكره. مينتنس اوف رينال بيرفيوجن ده اهم حاجه بالنسبه لي، ان انا احافظ على رينال بيرفيوجن. شخص بيحصل له فوميتنج يا باشا عالجه تمام، وقف الفوميتنج ده وعالج الديهايدريشن دخل فيه. شخص فاقد دم عوضه تمام.
افويد الهايبر جلايسيميا زي ما اتفقنا. الهايبر جلايسيميا السكر العالي ده هيعمل بوليوريا، تمام؟ فلما يعمل بوليوريا مفيش دم، فلويد فوليوم هيقل، مفيش دم راح للكلى، يعمل لي اي كي اي. فازاي امنعها؟ ان انا اقلل الهايبر جلايسيميا. افويد النيفروتوكسين، ما اديش حاجه بتعمل نيفروتوكسين اصلا، زي انتي بيوتكس زي الامينو زي الاميكسين والحاجات دي كلها، تمام؟ بريفنت، ازاي بقى اعمل بريفنشن اوف كونتراست انديوسد نيفروباثي؟ مش احنا قلنا يا شباب ان الكونتراست دي انا بديها اللي هي الصبغه عشان الشخص يعمل اشعه بالصبغه؟ اه. قال لك قلنا ممكن تعمل حاجه اسمها تاثر على النيفرون، تعمله نيفروباثي، تموته، تكسره، تدمره. فانا احول على اقصى ما يمكن ان انا اتجنب ان انا استخدم الانترافينوس كونتراست في حالات الهاي ريسك بيشنت ان هو يخش في نيفروباثي بسبب الكونتراست دي. لو هما مين الهاي ريسك؟ الدايابيتس والسي كي دي والايدج والهايبرتنشن والكارديال سيندروم والليفرينال كاردياك بيشنت والليفر بيشنت وحالات السيبسس، الحاجات دي كلها يفضل ان انا ما استخدمش معاها. طب انا خلاص مضطر ان انا استخدم، اعمل ايه؟ قال لك استخدمها بس قبلها ادي حاجه اسمها ايزوتونيك سالاين زي الايزوتونيك بايكربونيت مثلا. الحاجات دي كلها بتعمل قبل ما تستخدم الكونتراست عشان تعمل ووش للكدني الاول بمحاليل قبل ما تستخدم الصبغه، عشان لو في اي حاجه مترسبه حوالين الكدني او في الكدني اعمل لها ايه؟ اعمل لها ووش. استخدم دواء اسمه ان استايسستين. ان استايسستين ده اسمه ان هو ميوكوليتكس، صح؟ ولكن هو ليه فانكشن تانيه هنا، ان هو بيعمل لي برودكتش بيحمي لي الليفر والكدني من اي ميديكيشن او اي كونتراست هتاخدها. ليه؟ لان هو عامل زي ميه النار كده، حاجه اسيد بيمنع ان الكونتراست دي يحصل لها ديبوزيشن وتترسب جوه الايه، جوه الجلومرول، تمام؟ افويد استخدام، يعني اتجنب استخدام النيفروتوكسيك ميديكيشن زي ما قلناها. استخدم خلاص هستخدمها، هستخدم حاجه بقى ايه، ايزو اوزمولر كونتراست او لو فوليوم لو، يعني استخدم حاجه ايه تبقى كود الشده بتاعتها قليله. طيب بريفنشن الاي كي اي حالات الهيباتيك، قلنا زدنا موضوع الهيباتيك ده موضوع الالبيومين، قلنا الالبيومين هنا مش بيتفرز بسبب الليفر فيه مشكله، فالفلويد اتحرك من انترفاسكولار لمكان ملوش اي ستين لازمه، فانا بحاول ادي البيومين علشان امنع الحوار ده. خلاص يبقى ادي البيومين، البيومين ده هيقلل من حدوث الاي كي اي. مانجمنت اوف اي كي اي ان اي سي يو، هعمل ايه حالات الاي كي اي في الاي سي يو؟ اول حاجه قلنا هنمسك النقطه نقطه نتكلم عليها. اول حاجه بيقول لك يبقى النقط دي هي دي النقطه اللي جايه. اول حاجه مينتيننج رينال بيرفيوجن، انا نعرف رينال بيرفيوجن ده بيعمل ايه. مينتيننج رينال بيرفيوجن اذا انا حافظ، زي ما قلت لك اهم حاجه نحافظ على الرينال بيرفيوجن. خايف قوي من حوار ان الفلويد فوليوم تقل، فبالتالي الرينال مش هيوصلها بيرفيوجن كويس. لو قلل البيرفيوجن مش هتتخزن الرينال، مش تعمل فانكشن بتاعتها اللي هي تعمل اكسكريشن الوست برودكت وفلتريشن الوست برودكت، فلتريشن واكسكريشن الوست برودكت، تمام؟ مش تعمل الفانكشن بتاعتها، يحصل لها ايه؟ افكشن. طيب اعمل ايه عشان احافظ على رينال بيرفيوجن؟ قال لك الكيدني بيبقى فيها كومبنساتوري ميكانيزم كده بطريقه اوتو ريجوليتد للاي كي اي. يعني الكلى لما بتحس يا باشا ان هي مش بيوصل لها دم بتعمل ايه؟ بتقول ايه؟ بتعمل هوب هوب، بتقول ايه؟ هوب هوب الحقوني انا مش بيوصل لي دم. ليه تفرز الرينال انجيوتنسولدوسترون سيستم اللي هو هيرفع شويه، احنا عارفينه من ميت سيرج، هيرفع شويه من الضغط فيحسن البرفيوجن اللي بيوصل لها. طيب لازم تحافظ على الهيمودايناميك ستابيليتي للبيشن ده. يعني ايه حافظ على الهيمودايناميك ستابيليتي؟ يعني حافظ على الضغط، ضغط يكون ستيبل ولا يكون هايبوتنشن ولا يكون هايبرتنشن، لان في الحالتين هياثر لي على الكلى. هايبوتنشن مفيش دم واصل للكلى كويس، هوبا نكروزز اسكيميا. طيب هايبوتنشن، هايبوتنشن قلنا هايبرتنشن بقى، هايبرتنشن يا شباب زي ما قلنا هياثر على الجلومرس، تمام؟ البلاد فيزز اللي حوالين الكابيلز اللي حوالين الجلومرس بيفرقعها، تمام؟ طيب فاتجنب الهايبرتنشن والهايبوتنشن. افويد الفوليوم ديبليجن، افويد الفوليوم ديبليجن يعني اتجنب ان الفلويد زي ما قلنا الفوليوم يقل، يعني ما يخشش في هايبوتنشن وهايبوفوليميا. ده البريوريتي في الاي كي اي، بيقول لك البريوريتي في الاي كي اي عشان امنع، عشان احافظ على البرفيوجن، ان انا اتجنب الفوليوم ديبليجن واحافظ على الهيمودايناميك ستابيليتي، ولا هايبوتنشن ولا هايبوتنشن ولا هايبرتنشن. التارجت بتاعي في البلاد بريشر بيعتمد على الايدج، يعني اكيد الناس الكبيره اللي هي عندها اثيروسكلروزز وعندها ضغط على طول بيبقى عالي غير الناس الصغيره، فانا حافظ انا احاول احافظ على الضغط، ولكن بخلي بالي من الايدج
خلي بالي من كوموربيديتي هايبرتنشن لانه بيدمر الكدني تمام، والكرنت اصلا اكيوت انس ده كل الحاجات بتاثر على ضغط. طب ايه هو التارجت بتاعي؟ التارجت بتاعي ان انا الماب اللي هو المين اتريال بريشر يكون اعلى من، يكون ما يقلش يعني عن 65، يكون اعلى من او يساوي 65 من كل ميركوري ملي متر ميركوري. يعني ايه؟ يعني ما يقلش عن 65 الماب يا جماعه، ده سؤال امتحان، الماب ما يقلش عن 65 ده التارجت بتاعي. طيب يوز فلويد، استخدم فلويد، استخدم فازو بريزر لو انا مفيش بيرفيوجن كويس اصلا كده، استخدم فازو بريزر زي النون ادرينالين ولا حاجه. استخدم انيتروبكس، انيتروبكس بتعمل ايه؟ انيتروبكس دي، انيتروبكس دي بتعمل بيزود الكونتراكشن، ميوكارديال كونتراكشن، بيزود الميوكارديال كونتراكتيليتي تمام. فلما تيجي تزود الكونتراكتيليتي الشخص ده مثلا كان كاردياك والقلب بتاعه مش قادر يعمل بامبنج، بالتالي الكاردياك اوتبوت زي ما اتفقنا هيقل، البيرفيوجن هيقل، اللي راح للكلى بالتالي الكلى هتتاثر. فانا بحاول اديله ايه؟ اديله انيتروبكس، اديله فازوبريزور، اديله فلويد تمام، ما هو فقط فلويد يعني خلاص. طيب عشان حافظ ان التارجت بتاع الماب اللي هو يكون ما يقلش عن 65، هو يكون اكتر من يساوي 65. طب اصلح ازاي الميتابوليك ديس اوردر؟ كوريكت لو حصل ميتابوليك ديس اوردر قلنا اكيد هيحصل ميتابوليك ديس اوردر حاله الهايبركاليميا، احنا قلنا الالكترولايت مش بتطلع زي البوتاسيوم فيعمل هايبركاليميا. هايبركاليميا البوتاسيوم عالي قوي، فلو عالي هيأثر على القلب يعمله برادبنيا وارزميا كمان، فالقلب مش هيقدر يعمل كونتراكشن ويضخ الدم للكيدني اصلا، فهيزود البرينينال اي كي اي اساسا يعني بسبب الكارديك اوتبوت اللي بيقل بسبب ان البوتاسيوم عالي، فبيعمل برادبنيا القلب مش قادر يضخ فيزود البرينينال كوزز بتاعت الايه الاي كي اي. فانا دي مثلا مش موجوده عندك بس انت خدتهم قبل كده في سيرش، بندي حاجه اسمها كالسيوم جلوكونات، بندي جلسة فاركولين قلنا من اللي بتعمل بتزود بتقلل من البوتاسيوم، بندي انسولين انفيوجن ده اشهر حاجه، وكمان ممكن نديله ديوريتكس. ميتابوليك اسيدوزز اعالجها عن طريق ان انا ادي بايكارب، لان البايكارب بيطلع بيتاخد على فاو ويطلع، فادي بايكارب عشان اعالج الميتابوليك اسيدوزز. اشوف الهايبر فوسفور، اكيد الفوسفور هيبقى عالي، احاول انا اقلله تمام، ادي ادويه كده تعمل اتاتشمنت للفوسفور وايه وتطلعه بره. حافظ على النيوتريشن اديكويت نيوتريشن، انا اقلل البوتاسيوم زي ما اتفقنا عن طريق عشان يعني هو بيبقى عالي اكيد، فهقلل البوتاسيوم في الدايت عشان هو ما بيخرجش فهو نسبته عاليه في البلط. اورال اند اي في امينو اسيد، يعني ادي حاجه كده دي طاقه 8.10 ملي جرام، 8.10 جرام لكل كيلو جرام بير دي الامينو اسيد بتاعي اورال اي في عشان يدي طاقة. كمان اهم حاجة عندي هنا ان الطاقة هياخدها من الكربوهيدرات، العيان ده هياخد الطاقة النيوتريشن بتاعه من الكربوهيدرات، من الكربوهيدرات عشان اقلل الكتابوليزم. يقولك هنا برضو بيقولك نقيتك نفس الكلام ان البيشن ده هياخد الكالوري بتاعه باي كربوهيدرات، يجيلك في الامتحان يقولك باي مين؟ بروتين؟ لا باي فات؟ لا باي كربوهيدرات، 35 ل 50 كل ايه كيلو عشان ايه حسن النيوتريشن. طيب الفلويد ستيتس ابتدي ان انا اسس الفوليوم ستيتس في الحاله دي واشوف بقى لو هو ايوفوليميك، ايوفوليميك يعني ولا هو اوفرلود ولا هو ديهايدريشن، اعمل ايه؟ هديله الرين اوت بوت بتاعه لو اشوف بيطلع كام اديهوله بلس، مثلا بيطلع 1500 هديله 1500، بيطلع 500 هديله 500 بلس ايه؟ بلس الان سنسبل اللي هو ان انت حاجه مش بتشوفها بعينك اللي هو اذن العرق، في فلويد بيطلع من العرق، من العرق من التنفس من الستول اللي بيطلع ده، فهديهم له يبقى حوالي 50 70 مللي ولا حاجه بلس اللوس الحاجات اللي بيفقدها، زي مثلا انا مركب له درينج مثلا نيزوجاستريك درينج بيطلع مثلا 500 ولا 1000 1500 احسبهم واديهم له تمام. في ووند درينج بيطلع 500 بيطلع 1000 احسبهم واديهم له في الايه في الانبوت في الانتيك. طيب لو لقيت بقى الفلويد اوفرلود، اكيد الفلويد اوفرلود اكيد مش حد فلويد بقى، هعمل ليميت للاورال انتيك وعامل كونسنتريتد اول ميديكيشن. يعني ايه؟ يعني مش كل مثلا ما ياخد برشام يبلع بعدها كوبايه ميه، ما هو اصلا عنده اوفرلود يبقى دي مصيبه منيله تمام. فبيقول لك ان الفلويد ستاتس دي عشان تاسس ليها لازم تحتاج ان انت تعمل تشيك للويت والبلاد بريشر تمام، هما دول اللي هيقولوا لك الفلويد ستاتس بتاعتك. الرينال دوبامين، بص بقى في حته الدوبامين دي احنا خدنا في ال في اسمه ده في الميديكيشن الدوبامين، قلنا الدوبامين ده ليه 3 دوزز، قلنا هو اصلا دراج دوز ديبندنت دوز على خمس حاجات، ثلاث حاجات رينال وكاردي وبلاد فيزلز.
فاحنا قلنا ان هو دوز ديبندنت، دوز ديبندنت. لو مثلا عددته بدوز 5 يبقى ده هيأثر رينال، لو عددته بدوز 10 يبقى ده هيأثر كارديو، عددته بدوز 15 ده هيأثر بلاد فيزلز، قلنا هناك في طوارئ فاهم. طب هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الدوبامين ده زي ما قلنا ليه اكتر من دوز خلاص، وعرفنا لو 5 يبقى رينال، 10 كارديو، 15 بلاد فيزلز. طيب الرينال دوز بقى، احنا مش بنتكلم على رينال. طب الرينال دوز هل الدوبامين ده تاثيره على الكدني يعمل ايه؟ قال لك بص، الدوبامين ده مش بيعمل حاجه غير ان هو بس بيحاول ان هو يحسن لك الجلومرال فلتريشن ريت بس، يعني هو بيحاول يحسن لك الفلتريشن بتاع الجلومرس، يزود الجلومرال فلتريشن ريت. يعني لو جيت كده عطيته العيان عنده اصلا انترنسك رينال رينال انترنسك اكيوت كدني ديزيز، يعني عنده مشكله اكيوت كدني انجري انترنسك، يعني مشكله جوه الرينال جوه الكلى ذات نفسها، او مثلا عنده بوست او عنده بري، يعني حصل مشكله اي كي اي، يعني عنده حالات العيان اي كي اي، العيان ده البرفيوجن بتاعه قلنا قليل، يعني البرفيوجن بتاع اللي بيوصل للكلى قليل، عشان كده الكلى متاثره. فانت عمال تديله دوبامين تمام، مش هيعمل حاجه يا باشا، مش هيعمل حاجه، لان هو اصلا ما هو الا ان هو هيحسن لك ويزود لك الجلومرال فلتريشن ريت بس. فهو هنا مش بيفضل ان احنا نديه خالص تمام، فهو بس بيخلي لك ان بيعالج كده، ان هو كانه ايه بيعمل مانجمنت للسيمبتوم، اللي هو عنده اليورين اوت بوت قليل اديه عشان يزود لي الجلومرال فلتريشن فيطلع لي يورين بس، هو ده اللي بيعمله. وكمان انا بخاف ان انا لما اديك بدوز 5 5 كل شويه وانا بيحصل لي ما حصلش اكسكريشن كتير، فالدوز دي بدل ما تبقى 5 تبقى 10 بسبب ان هي بتتجمع بيحصل لها اكيوميليشن في الجسم، فتبقى بدل ما هي رينال تبقى كاردياك. طب لو بقت كاردياك لا هيبقى في مشكله كده، دي كده هتعلي الهارد ريت تمام، والحاله هتخش في الريزميا تمام. فخلي بالك من النقطه دي. فرينال دوبامين قلنا كارينال، كارينال قلنا 5، هو كل اللي بيعمله هو بيزود ال جلومرال فلتريشن ريت بس. دوبامين مش هيعرف ان هو يعمل بريفنت للمشكله، او ان هو يغير من الاسكيميا دي، او ان هو يعمل يصلح المشكله اللي بسبب اللي عامله اي كي اي تمام. هو بس يا دوبك ان هو بيعمل لي ايه، بيعمل لي بيزود الجلومرال فلتريشن ريت، بيعالج السيمبتوم خلاص. بيقول لك الدوبامين ده لو هو قاعد يزيد في الجسم بسبب الاكيوميشن هيأثر على البلد، هيأثر سوري على الهارت، يبقى كاردياك دوز، فبيعمل لي اريزميا، تاكي اريزميا، بيعمل لي ممكن يعمل لي ميكاردال اسكيميا، ان هو بيزود الهارت ريت، بيحصل كمان اكسترافازيشن من الدم اللي موجود في الفين، ممكن يسبب سيفير نكروزس. وزي ما قلت لك ان الرودين ادمنستريشن اوف دوبامين للبيشنت اللي عنده اي كي اي ده بقى ايه؟ بقى نوت جاستيفايد، مش حاجه محببه يعني خلاص. طيب بالنسبه للديوريتكس بقى، ممكن الديوريتكس دي ادي لوب ديوريتكس بتحول لي الحاله من اوليجوريا لنون اوليجوريا في حالات الاي كي اي تمام، ودي الحالات برضو اللي عندها فلويد اوفرلود بس كده عشان تحسن شويه من عمليه الريكفري اوف رينال فانكشن اي كي اي. الاي كي اي خش بقى على حاجه اسمها رينال ريبليسمنت ثيرابي. بص الرينال ريبليسمنت ثيرابي دي امتى اعمله؟ اعمله لما العيان يكون عنده سيفير اي كي اي في الثيرد ستيج تمام. طيب امتى العيان هيبقى عنده سيفير اي كي اي؟ زي ما قلت لك في الثيرد ستيج خلاص يبدا ان اليوريا كمان عليت قوي، اللي مش داخل في حاجه اسمها يوريميك، عليت قوي هي والوست برودكت لدرجه ان هم خلوا الجسم يخش في كومبليكيشن، خلوا الجسم يخش في ايه؟ في كومبليكيشنز، يعني اليوريا عليت قوي في الجسم فعملت لي كومبليكيشن، البوتاسيوم عالي قوي في الجسم فعمل لي كومبليكيشن على الهارت، الفلويد اوفرلود اللي عليت قوي دي عملت لي بالمونري اديما واثرت لي على النفس بتاع المريض ده. فانا حبيت ان انا اعمل رينال ريبليسمنت ثيرابي، خلاص مفيش حل قدامي. حاله مثلا ايه بقى لما اليوريا تعلى قوي في الدم؟ اليوريا لما تعلى قوي في الدم تعمل حاجه اسمها يوريميك سايد افكت. يوريميك سايد افكت يعني اليوريا هتعلى جامد قوي، فالشخص هيحس بايه؟ يحس عنده حاجه اسمها يوريميك كوما. يوريميك كوما ده الشخص اللي بيزعق جامد قوي، دخل في الديستربد ليفل اوف كونشسنس، بيزعق بيشتم بيكسر كل حاجه قدامه، يوريا عدت البرين باريرز، بلاد برين باريرز. وكمان السايد افكت بتاعها ان هي كده هي كده بتاثر لي على البرين. تاني حاجه بتاثر لي على الهارت، تعمل لي حاجه اسمها بريكارديا بريكارديتس، بريكارديتس يعني انفلاميشن في البريكارديوم حوالين الهارت.
كمان تعمل حاجه اسمها بلورايتس. بلورايتس دي انفلاميشن في البلوره، يبقى كده بتاثري على لو تاثر كده تشوف كده بتاثري على الفايتال اورجانز، البرين تعملي يوريميك كوما، الهارت تعملي بيريكارديتيس، اللنج تعملي بلورايتس. فدي مشكله كبيره قوي بالنسبه لي، خلاص ان انا استخدم رينال ريبليسمنت ثيرابي. هايبر كاليميا دي لو زاد هيعمل لي اثر لي على القلب، يعمل لي هايبو بريكارديا، تمام سوري براتيكارديا. الفوسفور هيعلى جامد قوي، والفوسفور ده لو عالي ممكن يعمل لي سبلات الفيليرز، ميتابوليك اسيتوزز، وهو اصلا ممكن تكون سبب من اسباب الدس اساسا زي ما قلنا في الاول. الفلويد اوفرلود عليت جامد قوي، عملت لي برمونو ايديم، عندي كوشس هارت فيلير، عملت حاجه اسمها ريفلكتوري ريفراكتوري هايبرتنشن، يعني كل ما مهما تديله بوزو دايليجنز ميديكيشن، مهما تديله حاجه للضغط الضغط مش بينزل، ريفراكتوري هايبرتنشن. فبالتالي استخدم رينال ريبليسمنت ثيرابي. قال لك رينال ريبليسمنت ثيرابي خلاص من اسهل الحاجات بقى اللي علينا النهارده، خلصنا الصعب يا شباب، خلصنا الصعب. الميجر رينال ريبليسمنت تكنيك من خلال البلاد اكسس. قال لك بص عندك حاجه اسمها انترميديانت، يعني الانترميديانت دي يعني ايه؟ يعني بالكتير قوي بيشن ده اللي احنا بنشوفها في مصر اللي هو العادي بتاعنا، اللي هو غسله غسلتين ثلاث غسلات في الاسبوع، كل غسله بتقعد بتاع اربع ساعات، يبقى انترميديت الغسله هنا تقعد كام؟ ثلاث اربع ساعات بالكتير قوي. يقول لك ليها انواع، انترميديت هيموداليزيس وانترميديت الترا فلتريشن، اعرف الفرق ما بينهم دلوقتي حالا. الهايبريد، هايبريد دي لازم تكون عارف اسمها، الجلسه هنا بتقعد هي انترميديت ولكن الجلسه تقعد اطول، يعني بدل تقعد خمس ساعات لا تقعد ست سبع ساعات كده، اكتر من خمس ساعات. ليها انواع هناخد نوع منهم دلوقتي. الكونتينوس، الكونتينوس هنا بقى غالي عشان هي غاليه قوي قوي قوي، تمام جلسه تقعد 70000 جنيه ولا حاجه، فالبيشنت هنا بيقعد على مجنه فيري ادفانسد، حد بقى الغنيه بقى فيري ادفانسد، التمريض اللي يقعد معاه بياخد فلوس محترمه، تمام يقعد عليها يومين 48 ساعه، وليها انواع هنتكلم عليهم دلوقتي، هيمو فلتريشن، هيمو داليزز، هيمو دايا فلتريشن، وسلو كونتينوس الترا فلتريشن، هنتكلم عنهم دلوقتي كل واحد سهلين جدا. بص بقى ايه هي البرنسبل اوف داليزز، اخدناها يا باشا في اليورو افكرك بيها على السريع. بص انا اهم حاجه عندي تعرف الداليزز غير الداليزز غير الالترا فلتريشن، ده برنسبلز وده برنسبلز. الله يكرمك الله يكرمك، ده سؤال امتحان، ده هيبني عليه بقيه المحاضره اللي بنتكلم فيها دلوقتي، افهم الحته دي عشان خاطر الداليزز غير الالترا فلتريشن، ده برنسبلز وده برنسبلز. طب ايه البرنسبلز بتاع البرنسبلز ده؟ قال لك بص داليزز بتساوي كلمه ديفيوجن، يعني ايه؟ يعني انا من الاخر تمام، انا هعمل ايه؟ انا هخلي الدم يمر على المكنه، تمام في نفس الوقت انا اكون حاطط دايلزيت اللي هو البتاع ده دايلزيت. احنا خدت مش هجيب لك صور، انت خدته خلاص معايا في 100 سيرش، مش هجيب لك صور انت عارف وعارف البرنسبلز، انا بس برجعها معاك. انا مررت البلاد الدم بتاعي على مكنه، في نفس الوقت انا حاطط دايلزيت، الدايلزيت ده بيمر عكس اتجاه الدم، فبالطريقه الديفيوجن العمليه الديفيوجن السوليوت هتتحرك، اللي هي مين؟ اللي هي الالكترولايتس يوريا كريات سوري صوديوم بوتاسيوم يوريا كريات، الحاجات دي كلها الويست برودكت دي هتتحرك. انا ما كلمتش جبت سيره فلويد، انا بقول بخاصيه الديفيوجن، انا مررت الدم على مكنه قصادها بمرر تاليزيت المحلول بتاعي، تمام عكس اتجاه الدم، فالدم اللي هو فيه تركيز وخلي تركيز اللي هو تركيز الدم عالي، فيه صوديوم كتير، فيه بوتاسيوم كتير عايز اطلعه، فيه يوريا كتير، فيه كرياتينين كتير، فيه ويست برودكت كتير، اروح انا حاطط في التاليزيت ده نفس الحاجات دي بس بكميه قليله تركيز قليل، فيعمل لهم ايه لما يعدوا ده عكس ده بخاصيه الديفيوجن، تمام هتتنقل الحاجات اللي تركيزها عالي في الدم تتنقل للدايلزيت، الصوديوم اللي تركيزه عالي في الدم هيتنقل للدايلزيت عن طريق السيمي برميبل ميمبرين، يبقى انا والبوتاسيوم وهكذا، تمام يبقى المبدا هنا اسمه ايه؟ المبدا هنا اسمه كونسنتريشن جريدينت، يعني بسبب الكونسنتريشن انا قدرت ان انا احرك السليوت من التركيز العالي اللي هو الدم للتركيز القليل اللي هو الدايلزيت، بمعنى ان انا بقعد العب في التركيزات، انا مثلا عايز اطلع صوديوم كتير، الصوديوم موجود كتير في الدم عايز اطلعه، اعمل ايه؟ اقلل تركيز الصوديوم الموجود في الدايلزيت، عايز ادي باي كارب
ادي بايكارب ازود تركيز البايكارب في الدياليزيت، فالبايكارب هيخش من تركيز العالي اللي هو الدياليزيت للدم لو تركيزه قليل، فاهم؟ هي دي الفكره. فانا بخلي السلوك يتحرك من التركيز العالي اللي هو البلط للتركيز القليل اللي هو الايه الدياليزيت، تمام، عن طريق السيمي بريميوم ميمبرين. وده حلو للناس اللي انا عايز اطلع منها السوليوت اكتر من ان انا اطلع منهم فلويد زي الصوديوم العالي البوتاسيوم العالي الكلام ده كله. يبقى الدياليزيز هو الديفيوجن دي مع دي، تمام. انا هنا بيحصل ان انا بعمل عايز اطلع السوليوت بستخدم مبدا اسمه كونسنتريشن جريدينت، ده كويس قوي للناس اللي هي عايزه تطلع منها سمول مولكيولز. الالترا فلتريشن انا هنا بستخدم بريشر، بستخدم ايه بريشر، ماشي، بمبدا اسمه بريشر جريدينت. فكك بقى من الكونسنتريشن خالص، انا مش بستخدم اصلا دياليزيت فيه، انا بخلي البلط يمشي جوه المكنه وفي نفس الوقت عندي نيجاتيف بريشر. عندي مين؟ نيجاتيف بريشر. نيجاتيف بريشر ده جوه المكنه بظبطه بحيث انها تعمل لي قوه سحب للبلط فتخلي البلط يمشي بسرعه وبقوه، قوه اندفاع اكتر شويه، تمام. في نفس الوقت ده بمرره خلال سيمي بريميوم والممبرين، فالفلويد الكتير والويست برودكت الكتير والسوليوت الكتير، بس انا بركز على الفلويد هنا. الفلويد والسوليوت تتحرك من تتشفط كده، تتشفط بس بالنيجاتيف بريشر، تتشفط بالايه بالنيجاتيف بريشر، فده بيبقى كويس للحالات اللي هي عايز اطلع منها فلويد، تمام. يبقى الالترا فلتريشن ده انا عايز اطلع فلويد، ده كويس قوي بيتر، كويس جدا، بستخدم البريشر جريدينت نيجاتيف بريشر علشان اشيل الفلويد من ايه من الشخص دوت، تمام، او حتى السوليوت. يبقى كده هيموداليزز غير الهيموفلتريشن. الهيموداليزز انا اطلع سوليوت، تمام، كرياتينين كتير، يوريا كرياتينين، مش يوريا كرياتينين، صوديوم كتير، عايز ادي بايكارب ازود البايكارب في الدياليزيت فيتنقل للدم، عايز اطلع حاجات كتيره موجوده وست برودكت في الدم ادي للدياليزيت اقلل، بلعب في التركيزات. شرحتها لك خلاص. الهيموفلتريشن قلنا بقى استخدم هيدروستاتيك بريشر نيجاتيف بريشر جريدينت، بريشر جريدينت عشان ايه انقل ايه انقل ووتر، انقل مين؟ انقل ووتر وفلويد، تمام. وبرده سوليوت الهيمو فلتريشن زي ما قلت لك في حاجه اسمها هيمو فلتريشن وهيمو داليزيس، في حاجه اسمها هيمو دايا فلتريشن. يعني دايا دي يعني واء، يعني هيمو وفلتريشن الاثنين، هيمو دايا فلتريشن. هيمو دايا فلتريشن ده معناه كومباينيشن من داليزيس البرنسبل اوف داليزيس مع البرنسبل اوف الترا فلتريشن، بيعمل الاثنين. خلاص كلام يا جماعه مهم. الانترميديانت بقى قال لك بص الانترميديانت دوت اللي احنا قلنا عليه في الاول ان هو بيقعد من 3 4 ساعات كده، ده ميزته ايه وعيوبه ايه؟ قال لك ميزته ان هو ان اكسبنسيف، هو بس بيكلف 1000 ونص 2000، تمام، ان اكسبنسيف مش غالي، تمام. التاني بيكلف 50000 جنيه، تمام، فهو بالنسبه له 1000 ونص 2000 ده برده رحمه يعني، خلاص. فده في الغالب مع التامين، احنا بتخش تامين وبتاع، فايه الدنيا الدوله بتتحملها يعني. بيكون فليكسبل تايمينج اولو فور موبيليتي وترانسبورت، يعني ايه؟ يعني مش هياخد وقت كتير، قلنا 3 4 ساعات، فالشخص ده بعد ما يخلص هيقوم ويتحرك وبتاع، فبيحسن التاني بيقعد 48 ساعه، فيعني في فرق شاسع. رابيد كوركشن اوف فلويد اوفرلود، بيصلح بسرعه الفلويد اوفرلود عن طريق الفلتريشن، الترا فلتريشن، الالترا فلتريشن، تمام. بيصلح الرابيد ريموفال اوف ذا ليزيبل دراجز، يعني في دراجز كتير اخد دراجز كتير قوي مؤثره لي على البرين، مؤثره على الريسبيراتوري سنتر، زي مثلا حالات اللي اخد ايه يا ربي، زي مثلا حاله اخد ادويه يعني كتير، فكلها هيعرف اتخرجها، فبيعمل ريسبيراتوري ديبريشن، فعايز اشيل الدواء ده من الدم احطه على الانترميديت. رابيد كوركشن اوف اسيدوز، زي ما قلت لك ممكن ازود بايكارب في الدياليزيت فبيتنقل بالكونسيدريتد جريدينت للايه للبلد. في اكترويد ابنورماليتي في البلد فعايز اشيلها، في اكترويد امبالانس عايز اشيلها من كتير موجوده في الدم فعايز اشيلها واديها للدياليزيت، بلعب في الجريدينت، خلاص بلعب في الكونسيدريتد جريدينت. مينيمايز انتي كواجولانت اكسبوجر، الثاني بيقعد 48 ساعه بيستخدم هيبارين كتير، هنا بتبقى 3 4 ساعات بس، فعرضه ان هو الهيبارين ليه بيبقى قليل، تمام. الانترميديت رينال ريبليسمنت دي في بقى ليه عيوب زي ما هو ليه مميزات، ليه عيوب. هو بيعمل حاجه اسمها هاي بوتنشال، اكيد لما تشيل كميه دم كتير تخرج 5 6 لتر كده يخرجوا من جسمك بسرعه تخش في هاي بوتنشال، ده بيحصل 30 60% من الحالات. ليميتد سيرب ديوريشن، بيحصل رينال انجري واسكيميا بسبب الهاي بوتنشال ده، يعني كميه بيحصل بسبب الهايبوفوليميا، يعني جات وكرونري اسكيميا بسبب الهايبوفوليميا. بيحصل كمان حاجه اسمها سيريبرال اديما، سيريبرال اديما
طيب خلصنا الانترميديان، تخش على الكونتينوس بقى. الكونتينوس بص بصراحه الكونتينوس ده بيقول زي ما اتفقنا بيقول 48 ساعه يومين، الشخص ده محطوط على المكنه وغالي قوي، فهو غالي تمام. فطب ايه هي من مميزاته وايه عيوبه؟ مميزاته ان هو هيمو دايناميك ستابيليتي. هيمو دايناميك ستابيليتي يعني انا ببني على شخص يدخل لي في هايبوتنشن، اللي انا مش بسحب الجسم الدم مره واحده، لا ده انا بحسبه بسحبه واحده واحده، ده 48 ساعه، ده انا ممكن اسحب لتر في 6 ساعات، لتر واحد خلاص. بيحسن الرينال ريكفري يعني بيريح الكلى، بيحاول ان هو يريح شغل الكلى خالص، بيقعد 48 ساعه على المكنه الكلى ما بتشتغلش، هو اللي بيشتغل، فبيريح الكلى فبيحسن الرينال ريكفري. ستيبل اند بريدكتبل فوليوم كنترول، اقدر اعمل اتحكم في الفوليوم، اقدر ان انا اعمل ستيبل وكنترول اوف كيمستري اللي هو صوديوم كتير بايكارب، صوديوم كتير بايكارب قليل مثلا، او كالسيوم كتير عايز اطلعهم عايز ادخل حاجه، فستيبل زي التاني بالظبط. ستيبل انتراكرينيال بريشر، هنا التاني بيعمل ايه؟ التاني بيعمل سيريبرال اديما، ده بيحسن او بيظبط الانتراكرينيال بريشر، مش بيعمل زياده في السيريبرال اديما، فيعمل لي ايه؟ لو زادت السيريبرال اديما هناك، قلنا هناك يا باشا بيزيد السيريبرال اديما تمام في الانترميديان، فممكن ياثر على ليفل اوف كونشسنس وزودت انتراكرينيال بريشر، هنا لا ستيبل. يبقى كل حاجه ليها مميزات وليها عيوب خلاص. ديزيزز موديفيكيشن باي سيستوكاين ريموفال، يعني ايه؟ يعني ده البيست ميثودز احسن حاجه استخدمها مع الحاله اللي هي عندها مشكله سيستميك انفلاماتوري ريسبونس. ازاي؟ حاله شخص عندي دخل في بريرينال اي كي اي تمام، دخل في بريرينال اي كي اي بسبب ايه؟ بسبب سيستميك انفلاميشن تمام، كان موجود في الجسم. فزي مثلا واحد عنده واحد عنده بريكارتايتس. بريكارتايتس ده يعني ايه؟ عنده انفلاميشن في البنكرياس. قلنا الانفلاميشن في البنكرياس ده هي ايه؟ هيحفز السيستميك انفلاماتوري ريسبونس اللي هي هتطلع السيتوكاينيز اللي هو الانفلاماتوري ميديتورز ديت، تروح عند الجسم كله يعمل لي عمليه سيستميك انفلاميشن ويزود لي الفاز دايليشن للجلوميرولس مش عارف للالفيولوي اللي مش عارف ايه، فده بيعمل لي مالتيبل اورجان فيلير. فانا بمنع كل ده ان انا احطه على الكونتينوس رينال ريبليسمنت ثيرابي، ودي من مميزاته. الكونتينوس ليه برضو زي ما ليه ادفانتج ليه ديس ادفانتج، ان هو بيعرض الشخص ده لانتي كواجولانت كتير قوي، فده ريسك للبليدنج. هاي بوتنشال فول فلترد كلوتنج، الشخص ده ممكن دمه يتجلط جوه المكنه 48 ساعه يا باشا. اكسبنس زي ما قلت لك ان الفلويد اللي بستخدمه الدياليزيت اللي بستخدمه ده غالي قوي. شخص بيكون قاعد 48 ساعه، ايموبيليتي وترانسبورت ايه ايشوز. انترميديت هيموداليسيس بقى، انترميديت هيموداليسيس اللي قلت لك عليه هو الكلام اللي قلنا عليه في الاول، هو ده الموست كومون تكنيك واقدم حاجه انا بستخدم. انترميديت يعني هيموداليسيس يعني يقعد على المكنه 3 4 ساعات هيموداليسيس انها تطلع سليود، يبقى ده احسن في الحالات ايه؟ احسن في حالات ان انا عايز اطلع سليود اللي هو ايه؟ ديفيوجن، بستخدم الديفيوجن اللي هو الكونسنتريتد جريدينت علشان البلاد والدياليزيت بيمشوا عكس بعض فيطلعوا. لكن هنا الفلويد ريموفال باي الترا فلتريشن، مش بسبب مش بالهيموداليزيس خلاص. ممكن شويه فلويد تطلع نتيجه البريشر بتاع الايه السيركت. وبست فور ريموفال اوف سمول مولكيول، زي ما اتفقنا انا عايز اشيل سوليد او سمول مولكيولز استخدم الهيموداليزيس. انترميديت هيموداليزيس بستخدمه قد ايه؟ بستخدمه 3 مرات في الاسبوع، كل مره 4 ساعات او ممكن ديلي كل يوم. الكونتينوس بقى، الكونتينوس زي ما اتفقنا في ليه 4 انواع سهلين جدا يا جماعه. كونتينوس فينو فينوس هيمو فلتريشن، يعني ايه كونتينوس فينو هيمو فلتريشن؟ بكل بساطه كونتينوس يعني شخص هيقعد على الدلز لفتره طويله 48 ساعه. فينو فينوس يعني انا بركب قسطره جوه الفين ليها مخرجين، مخرج اخد منه البلاد اعمله فلتريشن وارجعه للمخرج التاني. هيموفلتريشن بعد كده هيموداليزيس بعد كده مش عارف ايه. هيموفلتريشن زي ما قلت لك المبدا بتاع الفلتريشن عايز اطلع فلويد، عايز اطلع ايه؟ فلويد بنيجاتيف بريشر، ان انا استخدم البريشر جريدينت. طيب ده اول نوع. تاني نوع كونتينوس برضو فينو فينوس هيموداليزيس. هيموداليزيس يعني استخدم ايه؟ استخدم بام عشان انا بستخدم فين مفيش بلاد، مفيش قوه من البلاد فيزلز زي الارتري فين فين، يبقى لازم استخدم بام زائد هو هنا برضو استخدم بامب وهنا استخدم بامب. ليه؟ علشان انا عايز اطلع السمول مولكيولز الموجوده في الدم تمام، اطلعها باستخدام الايه؟ الكونتينوس فينو فينوس هيمو داياليسيس عشان اشيل السوليوت تمام.
الكونتينوس بقى الهيمو دايفلتريشن. هيمو دايفلتريشن يعني كومباينيشن من الديفيوجن، واللي هو بيطلع ديفيوجن هو هيطلع لي سمول من سمول سوليدز تمام، وعايز يطلع لي بلاد سوري يطلع لي فلويد، يبقى استخدم دوت تمام. بيقول لك ان اللارج فوليوم فلتريتد فلويد وبتدي تبقى محتاجه رينال ريبليسمنت ثيرابي، يعني او سوري رينال ريبليسمنت فلويد. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان الفلويد اللي بتخرج ساعد الداليزز ديت، في فلويد كتير بتخرج ساعد الداليزز صح، مش بترجع تاني. بالتالي لو حصل منها اي كومبليكيشن، شخص دخل في كومبليكيشن، شخص دخل في هايبوفوليميا، فمحتاج ان انا اعوض له الفلويد دي واعمل فلويد ريبليسمنت. لو طلع كميه فلويد كتير تمام اثناء الفلتريشن بيطلع كميه فلويد زي ما اتفقنا في حالات الالترا فلتريشن هيمو فلتريشن بيطلع فلويد كتير، فانا محتاج اعوضها لان الفلويد مش هترجع تاني. محتاج ايه؟ لو طلع كميه كتيره من الفلويد تمام وانا بعمل لها في حالات الالترا فلتريشن، فانا محتاج ايه؟ محتاج ان انا اعوض الفلويد دي عشان احافظ على الشخص بتاعي المريض بتاعي. في عندي حاجه اسمها ارتيريو فينوس فيرجن. ارتيريو فينوس فيرجن دي يعني شبه هي الفينو فينوس، لكن انا بستخدمها ايه؟ بركب في فين؟ هنا كنت بركب في فين بيطلع منه وصلتين، هنا لا هركب في ارتري وركب في فين، اكسس في ارتري اكسس في فين، اخد الدم من الفين اعمله فلتريشن وارجعه للارتري تمام. وهنا انا مش ببقى محتاج بامب، لان البامب بتاعي هو قوه الضغط او الدفع بتاع الايه بتاع البلد بتاع الارتري تمام. لكن هناك كنت في الفينو فينوس محتاج ايه؟ محتاج بلاد بامب، هنا مش محتاج بلاد بامب. طيب هنا بيبقى لو بسبب مشكلته هنا ان انا بستخدم الارتري، فبالتالي لو الارتري كل شويه عمال اعمله كانيوليشن لو اتسد حصل له ده ريسك ان يحصل له ايه؟ دامج للارتري ده فيبوظ، فالمكان اللي بيغذيه الارتري مش هيجي له ايه؟ مش هيجي له دم، الارتري باظ هوبا البيشنت يخش في اسكيميا وامبيوتيشن للمكان ده. مش هستخدمها مع الحالات اللي عندها لو بلاد بريشر او سفير بي في دي اللي هو البريفرال بريفرال فاسكولار ديزيز، ان اصلا مفيش بامب انا بعتمد على البامب، مفيش بلاد بريشر كويس، في مشكله في الاوعيه الدمويه بتاعه الاطراف، هستخدمها ازاي يا جماعه؟ استخدمها مفيش بامب يا جماعه، ريكواير مور انتي كواجولانت. ده بيبقى محتاج هنا هناك كنت بستعمل مع فين بس، فبستخدم هيبارين اقل، هنا استخدم اكتر. ليه استخدمه اكتر؟ لان انا بقى عندي فين وعندي ارتري فاستخدم هيبارين اكتر. الفينو فينوس بقى احسن كتير من الـ من الـ من الاي في اكسس، لان هو بيقلل الريسك ان يحصل دامج للارتري. اونلي وان ديوال ليومن كاستر يعني بيقلل الريسك للانفكشن. فاستر ومور ريلابل فلو يعني عشان مش بيعتمد على بامب بتاعت البلاد بريشر، مش بعتمد على البلاد بريشر، انا بعتمد على البامب بتاعت ايه؟ بتاعت الجهاز. خش في حاجه تانية اسمها سلو كونتينوس الترا فلتريشن. السلو كونتينوس الترا فلتريشن هو نوع سلو كونتينوس الترا فلتريشن زي ما اتفقنا، هو نوع من انواع الكونتينوس تمام، يبقى بطريقه سلو جدا. انا بدي استخدم عايز اشيل فلويد الترا فلتريشن، عايزين ايه؟ عايز اشيل فلويد، ما باين من اسمه الترا فلتريشن عايز اشيل ايه؟ فلويد، يعني استخدم البيشر جريدينت خلاص. بشيل فلويد تمام، زي حالات اللي هي الفلويد اوفرلود، زي حالات الايه الكارديو اللي هي الكورونري هارت فيلير تمام. ان هنا البلاد انا عايز اشيل الووتر مش عايز اشيل سليود، يبقى ريموف الووتر مش سليود تمام. وهنا في الالترا فلتريتد انا بستخدم الممبرين عشان انقل ايه؟ فلويد يا جماعه. البريتونيال داليزز قلناها مليون مره هناك في ميد سيرش، نعيدها تاني. لا انا هنا بدخل محلول، كلام كله يا جماعه سهل قوي في الحته من اول الرينال ريبليسمنت ثيرابي دي سهل قوي، بعدها كل الكلام ده سهل. انا ديفن بس الداليزز بيعمل بشيل بستخدم كونسنتريت جريدنت، بلعب في الكونسنتريشن فبشيل سوليوت، لكن في الالترا فلتريشن بلعب في الايه في البليجر فبشيل ايه فلويد. شوف انا عايز اشيل ايه واستخدم اني برينسيبلز. بروتينين داليزز هنا انا بدخل محلول داليزيت جوه الابدومين عن طريق قسطره، المحلول ده بيبقى ابتدي ان هو موجود جوه الابدومين، والكابيلرز اللي موجوده حوالين البروتينال ميمبرين دي هي اللي بتكون السيمن ميمبرين، والميمبرين اللي بتحرك الى الغشاء اللي هي بيبتدي ان هي تتنقل فيه الفلويد والسليوت من الكابيلرز لحد ايه الداليزز وكده، الداليزيت الموجود جوه الابدومين خلاص. ده بيبقى اقل حاجه بيستخدموها في حالات الرينال ريبليسمنت ثيرابي في الاي سي يو، ده بيدي اقل منفعه في العنايه، مش بيستخدموه اصلا يعتبر. الديفيوز تريتمنت ديفيوز تريتمنت هنا البلاد ان كابيلاريز اوف بروتينال ميمبرين زي ما اتفقنا،
بيتعرض لدلازيد اند ابدومين كونتينوس، في منه طريقه كونتينوس انترميديت مش هنخش فيهم اللي احنا اتكلمنا عليهم يا جماعه في الميد سيرش، بيبقى انسف ان ان افكتيف سوليوت فوليوم كليرنس. لو ايه بقى؟ لو حصل البيشنت ده عنده اصلا بلاد بريشر بتاعه واقع، فبالتالي هو بلاد بريشر واقع، فالقلب فالدم مش هيروح للايه للابدومين، هو اصلا بلاد بريشر واقع ده ما يروح للابدومين، ده ما يروح للناس اللي تستحقه اللي هو الفايتال اورجان بلاد سوري هارت رينال هارت لانج برين، مش هيروح للابدومين، فبالتالي الضغط لو واقع الشخص ده مش هستفاد بيه، تمام، مش هعرف اعمل كليرنس للسوليوت او الفوليوم. كان نوت يوز، ما ينفعش استخدمه لو الحاله دي عندها انترا ابدومينال بروبلم زي الريسك ان يخش او الشخص ده ريسك البروتونايتس او عنده بروتونايتس اصلا مش هينفع استخدمه، عنده مش انفكشن جوه البروتونيل ده البروتونيل مش هينفع استخدمه. الشخص ده عنده ممكن كمان بيعمل لي كمان ريسبيراتوري بيردن، يعني عبء على الريسبيراتوري ان انا بدخل حاجه جوه الابدومين، بزود انترا ابدومينال بريشر، هزود انترا ثوراسيك بريشر، فايه الشخص ده مش هيتنفس كويس. اخر مود عندنا يعتبر هو السستيند لو افشنسي ديلي دايلزيس. يعني ايه ده؟ نوع من انواع الهيربت الهيبريد ثيرابي، شخص بيقعد عليه اكتر من 5 ساعات 6 7 ساعات كده ولا حاجه، بيسموه اسم تاني بيسموه اكستندد ديلي دايلزيس، اكستندد ايه ديلي دايلز او سلو كونتينوس دايلزيس، تمام. هنا بستخدمه ايه؟ قال لك هنا بستخدمه مع حالات الانترميديت رينال ريبليسمنت ثيرابي عشان اقلل البلود اند دايلزيس فلو فور برولونجد تايمز، اقعدوا اكتر من 5 ساعات، تمام. بستخدم الكونفنشنال دايلزيس ماشينز، تمام، وهنا بيبقى فليكسيبل اوف ديوريشن وانتنسيتي، مش اي كلام يعني، بيبقى ميجر ادفانتج بتاعته ان هو بيبقى فليكسيبيليتي وبيقلل الكوست وبيقلل وبيمنع الانتي كواجوليشن. اخر حاجه بقى معانا الانتي كواجولانت. الانتي كواجولانت بستخدمه امتى؟ بستخدمه زي ما اتفقنا بحتاجه بدوز عالي قوي في الكونتينوس، تمام، ولكن بدوز قليل فين؟ في الانترميديانت، تمام. فالكونتينوس رينال ريبليسمنت ثيرابي بيحتاج ايه؟ كونتينوس انتي كواجولانت، فده بيبقى ريسك ان يخش في ايه؟ في بليدنج، عشان كده عشان امنع الكلودنج فبيبقى ريسك للبليدنج، تمام. ميني اوبشنز بقى ممكن تستخدم الهيبارين، وده اللي هنتكلم عليه بس، وده الموست كومون، بس كده الهيبارين ده هو الموست كومون. الديسكونكشن اوف رينال ريبليسمنت ثيرابي، امتى اوقف الرينال ريبليسمنت ثيرابي دي؟ لما البيشنت يتحسن، الاقي في ساين وسيمبتوم بتقول لي ايفيدنس كده بتقول لي ان الريكفري حصل ريكفري للرينال فانكشن، يعني الرينال فانكشن ابتدت ترجع، تمام. الاقي الكرياتينين بيقل، تمام، الكرياتينين اللي هو كان عالي اللي هو الويست برودكت دي عاليه دي بتقل، الكرياتينين عمال يقل، تمام. الاقي في يورين اوت بوت بيطلع. بص ما دام يا باشا ما الكلى شغاله، الكلى بتشتغل بتعمل ايه؟ الكلى زي ما قلت لك بتعمل لي بتزوق بت 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 بتعمل لي فلتريشن وبتعمل لي اكسكريشن، فلتريشن الويست برودكت واكسكريشن الويست برودكت. طب لما تعمل فلتريشن الويست برودكت هتلاقي الويست برودكت في الدم قليله، يبقى الكرياتينين قليله، يبقى كده الكلى تتحسن. طيب تعمل لي اكسكريشن الويست اكسكريشن الويست برودكت عن طريق اليورين اوت بوت، يطلع لي اليورين اوت بوت كتير، لو اتحسنت اليورين اوت بوت، تمام، ولو لقيت الكرياتينين قليل، ولقيت الكرياتينين الكلينس الرقم ده مهم يا جماعه، اقل من 12 مللي كل دقيقه، او في ناس بتقول 20 مللي كل دقيقه، ده معناه ان البيشنت ده بيتحسن، والبيشنت ده ايه بيتحسن والدنيا جميله معاه، خلاص يبقى البيشنت ده بيتحسن ووقف الرينال ريبليسمنت ثيرابي، ويبقى البيشنت حصل معاه معجزه وخف الحمد لله. كده شباب نكون خلصنا المحاضره الثقيله، انا اسف ان انا طولت، ولكن فعلا المحاضره طويله ومحتاجه شرح، انا حاولت اختصر الكلام، شكرا ليكم. اكيد طبعا مش محتاج اقول لك ادعم الفيديو لايك وكومنت والحاجات الحلوه دي علشان يعني ايه تحفيزا للفيديوهات اللي جايه. شكرا.